اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي خط احمر، وحلقه نتمنى ان شاء الله نقول فيها كلام احنا محتاجين نقوله والجمهور اكيد منتظر يسمعه. بالتاكيد هي يعني انها ايام ثقال، يعني دائما وابدا لما تكون بطل بالتاكيد الهزيمه بتخليك تتعامل مع الامر بشكل صعب جدا، خاصه وان البطوله كانت في المتناول، ولكن كويس قوي انها جت في التوقيت ده، لان احيانا كتير بيكون للخساره، وخاصه لما تكون فيها صدمه، فيها استفاقه، فيها جرس انذار، وتوقيتها بالنسبه لي وممكن يعني بعد الخساره ما بدات في بدايه الموسم بيكون توقيت مثالي انك تبدا تفوق بدري قوي لموسم صعب قوي، موسم هتتعرض فيه لأزمات كتيرة جدا. اوعى تتخيل ان الموسم اللي جاي ده هو موسم هيطابق الموسم الماضي او هيتطابق مع الموسم الماضي، لا ده اصعب واصعب بكتير، لان انت عندك ارتباطات قوية وقوية جدا على مدار الموسم، عندك تداخل في المباريات ما بين محلية وافريقية وعالمية كتير جدا. طيب عندك اعلام على الجانب الاخر متربص بيك بشكل كبير جدا، وكلنا عارفين ازاي لما النادي الاهلي بيخفق الدنيا بتبقى صعبة جدا جدا. أنا مع غضب جماهير النادي الأهلي، ليه؟ لأن غضب جماهير النادي الأهلي بالنسبة لي مشروع، ناس بتحب النادي بكل جوارحها، بالتأكيد كانت يعني بتأمل إن النادي الأهلي يحقق البطولة، فلما بتفقد اللقب بالتأكيد بيكون عندها حالة غضب، ولكن حالة الغضب دي ما بتستمرش كتير، غير إنها حالة غضب المحب العاشق للكيان، اللي بيغضب من أجل الكيان ومن أجل مصلحة الكيان، لكن للأسف دائما وابدا هتلاقي شله الاعلام الاصفر وهم عارفين انفسهم كويس، هتلاقيهم بيركبوا موجه غضب جماهير النادي الاهلي في طرح اسئله ملهاش اصلا علاقه بالموضوعيه بشيء، طرح اسئله غير منطقيه، طرح اسئله بتحقق اهدافهم هم، ايه هي اهدافهم؟ ان النادي الاهلي يظل في الكبوه دي، لكن اللي اعتدناه من جماهير النادي الاهلي على مدار تاريخ انشاء النادي الاهلي ان دايما الجماهير هي كلمه السر. دايما الجماهير بعد حالة الغضب بترجع على طول داعمة لفريقها، خاصة وان فريقها بيمتلك الآن مقاومات فنية عالية جدا. أنا مطمن، مطمن لإيه؟ مطمن للمستوى الفني اللي ممكن يتقدم يكون أفضل من المستوى الفني الموسم الماضي، لكن أنا قلقان من ضغط المباريات، قلقان من المشاركات الدولية والقارية، قلقان من إن شلة الإعلام الأصفر تبتدي تشتغل على حالة غضب جماهير النادي الاهلي وقت الاخفاق. عشان كده الموسم ده هينجح بيكم زي المواسم السابقه وزي اي بطوله، دايما وابدا جماهير النادي الاهلي هي الدعم رقم واحد، هي كلمه السر في التتويج بالبطولات، دايما وابدا هي البوصله، وقت الاخطاء بتكون هي البوصله اللي بتنير الطريق اللي بتشاور على الاخطاء. عشان كده بنراهن على حرص جماهير النادي الاهلي، على وعي جماهير النادي الاهلي للتصدي لكل الامور اللي زي دي، لكن في نفس الوقت جماهير النادي الاهلي مش هتشتغل لوحدها. جماهير النادي الاهلي لازم تشوف رجوله في الملعب. لازم تشوف ناس رجليها لامسه الارض. لازم تشوف ناس ما وقفش التاريخ عند البطولات اللي اتحققت، ناس لسه جعانه كوره، لسه ما شبعتش من البطولات، لسه عارفه ان البطوله بتيجي بالجهد والعرق والتعب، مش بتيجي باسم النادي الاهلي، مش بتيجي بلون التيشيرت، بتيجي باللي انت هتبذله خلال ال 90 دقيقه، بتيجي باللي انت هتحضر له قبل التسعين دقيقة، بتيجي بإصرارك، بتيجي بالقتال على الفوز، ما بتجيش أبدا وانت شايف ان انت ضمنت البطولة، ما بتجيش أبدا وانت رايح المباراة بتفكر في مراسم التتويج، بتيجي وانت رايح المباراة بتفكر ازاي هبذل كل دقيقة عرق عشان اوصل للبطولة دي. عشان كده لازم ده يتقدم، لان لما ده يتقدم وقتها هتلاقي جماهير النادي الأهلي بغض النظر عن نتيجة اي مباراة هتلاقيها بتقولك انا في ظهرك، انا سبورت ليك، انا حميك، انا مش هسمح لحد يركب موجة الغضب بتاعتي. عشان كده المسؤولية مشتركة، بس بتبدأ منين؟ بتبدأ من المسؤول، بتبدأ من الجهاز الفني، بتبدأ من اللاعبين، انها تبدأ تصالح جماهير النادي الاهلي. وبالتأكيد الصفعة دي انا شايف انها في بداية الموسم، عشان تفوقنا لموسم صعب جدا 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 مش هنحقق فيه انجازات غير واحنا عارفين ان لازم تبقى رجلك على الارض بدون تكبر، بدون غرور، بدون استناد لتاريخ او ماضي، دايما تبدا الموسم وانت لسه ما عملتش اي حاجه، حتى لو خزنتك من البطولات امتلأت
لو عديت 20 بطولة كل موسم مع النادي الأهلي هو موسم جديد، هو تاريخ جديد لازم تكتبه، ومش هتكتبه غير بعرق وجهد وإخلاص وقتال في أرض الملعب. أكيد يا أسامة. دش ساقع، دش بارد كان في بداية موسم، أعتقد كان سقف توقعات جمهور النادي الأهلي فيه عالي ومختلف، وكان عندهم أمال في السوبر بشكل واضح وبشكل صريح، وكان جمهور النادي الأهلي عنده ثقة إن فريقه هيحقق اللقب. ولكن في فرق كبير قوي ما بين الثقة وما بين الغرور. أعتقد كلمات كتير جدا اتقالت امبارح تدل إن لأ، الناس طالعة مستوعبة الدرس، الناس طالعة عارفة إن كان امبارح في تقصير. القصة إن مش أنت في يومك وبس، لا، ولا قصة تحكيم ولا قصة ظروف خارجية، كمان القصة تتعلق بيك أنت، برغبتك أنت. أنا بقول إن ده قدر النادي الأهلي. البعض يا جماعة بيجي يقول أصل ما نزعلش وأصل بطولة، أنا مش مع المدرسة دي بصراحة. أنا كراجل أهلاوي محقق كل حاجة الموسم اللي فات، وما زلت عندي طموح وعندي إرادة وعندي رغبة إن أشوف الأهلي بطل لكل شيء. ففكرة إن أنا ما زعلش، لو أنت ما زعلتش وتحولت لشخص متبلد مع فقد البطولات، هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا وهتفقد ثقافتك كأهلاوي. ولكن حجم الغضب هو ده اللي مهم جدا. أنت رايح لفين؟ أنت مستوى غضبك إيه؟ أنت شايف فريقك عنده القدرة ينجح الموسم ده ولا لأ؟ أنا بقول لك آه. طب إزاي ينجح؟ إنه يتخلص من كل حاجة حصلت في المباراة امبارح. قصة بسيطة. اللعيبة اللي جاية جديدة تعرف ان انت عشان تنجح في النادي الاهلي وتكتب اسم وتكتب تاريخ مالكش غير حل واحد، ان انت تهين نفسك في الملعب، ان انت تاكل النجيله حرفيا، ان انت تعرق، ان انت تتعب. اللعيبه القديمه اكيد برضو عارفه ان طريق النجاح في النادي الاهلي واحد، وهو ان تاريخك والماضي مكانه المتحف. جمله وشعار وفكره كان بيقولها مانويل جوزيه على مدار سنوات. البطولة اللي اتاخدت امبارح دي في المتحف، انا ما بعيش في النادي الاهلي على لقب، وجمهور النادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي وعقلية النادي الاهلي هي لا ترتكن للماضي خالص. الماضي نفخر بيه عشان نستشهد بيه، عشان نبني عليه، مش عشان نعيش عليه، مش عشان اقعد 22 سنة مثلا ما اخدش افريقيا واقعد انا عندي قناعة تامة ان انا نادي بحقق اللي انا عايزه وان انا نادي ناجح. دي مش ثقافتك، ودي مش هويتك، ودي مش فكرتك خالص، ان انت كل 10 سنين تحقق دوريين مش هيحصل. فبالتالي ثقافة جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي هي كده، هي انك انت لازم تنجح، هي ان الماضي بتاع امبارح بكرة بتاعك انت وبعده بتاعك انت، لان انت النادي الاهلي. كمان مستر كولر مهم جدا ان انت طلعت للقمة السنة اللي فاتت، عشان تحافظ على ده انت كمان محتاج تشتغل على التفاصيل، محتاج تمتلك ادواتك، محتاج تحس الوهلة ان كل البطولات مش سهل، وان النجاح مش سهل، وان ما زلت محتاج تقدم المزيد. كان مهم جدا كل المنظومة محتاجين ان احنا نقول ان ده الشيء اللي فيه السلبي الوحيد ان احنا خسرنا البطولة، بس الايجابي ان احنا نبدأ نتعلم ونبدأ نبني على ده، خصوصا إن هيكون في حالة تربص بيك. إحنا خارج معادلة فيها أي منطق. هتبدأ تلاقي البعض بياخد خسارة المنتخب، بياخد خسارة نادي الزمالك، بياخد خسارتك للقب، ويبدأ يتباكى على حال الكرة المصرية. وكأن النادي الأهلي ده مش السنة اللي فاتت محقق كل حاجة. وكأن النادي الأهلي ده مش بطل أفريقيا وبطل الدوري وبطل الكأس وبطل 2 سوبر. خالص هتلاقي الناس بتخاخدك معاها لحتى هي عايزة تروح فيها، ان المنظومة كلها فيها فشل. لا، انا عمري ما كنت فاشل، انا عندي اخفاق اقدر عالجه. وهتلاقي سيكولوجيات وعقليات هي خارج اي منطق. انت قدرك كده، انت كمشجع بتفرح بفوزك، بتفرح ببطولات، هو ده قدرك وهي دي عقليتك. غيرك هو كل هدفه في الحياة ان انت تفشل، لانه مش هيعرف ينجح. فانت لازم تبقى عارف ان دي رحلتك اللي جاي، دي رحلتك اللي جاية، ان انت لازم تنجح، لان ظروفك ومعطياتك مختلفة. احنا في مكان سيء؟ لا. عندنا اخفاق؟ نقدر نتجاوزه جدا كلنا كمنظوم، والامر انا شايفه مش صعب خالص.
عندك اقوى سكواد موجود داخل القاره مع فرق زي سان داونز، ويمكن اقدر اقول بيراميدز من مصر ايضا لديه سكواد قوي وبعض الفرق، ولكن ثقافتك مختلفه عن ثقافه بقيه الفرق، عشان كده قدرتك على النجاح سهله جدا. وافتكر انك جيت من موسم صفري كله اخفاقات لموسم حققت فيه كل شيء، فمين يقدر ينجح لو انت مش هتقدر؟ الاهم كمان، لان لازم ده نبقى عارفينه، لان الحقيقه وانت بتتكلم عن توقيت مباراه السوبر، انت بتتكلم عن توقيت في اول مباراه في الموسم بتلعب مباراه رسميه بالشكل ده. هتقول لي ما اتحاد العاصمه نفس القصه، اول مباراه رسميه ليه، لكن انت اللي كان عندك حرص على فكره التسجيل، انت اللي كانت الظروف محتاجه انها تخدمك في بعض القرارات التحكيميه، بعض التوفيق في بعض المباريات، ان انت لو كنت اتقدمت على فريق اتحاد العاصمه الجزائري كان زمان دلوقتي قاعدين بنحتفل بالكاس، والكاس وسطينا دلوقتي واحنا بنتكلم، ومتفاهمين جدا ان انت بتبدا الموسم وان مستواك الفني ده مش افضل مستوى فني هتقدمه، لكن احنا عايزين نوصل رساله ان حتى في ظروف الاستثنائيه انت تكون استثنائي، لان انت بالفعل بطل استثنائي. انت صاحب العلامه الكامله الموسم الماضي. انت اللي قدرت تقنعني وتوصلني بعد ما تغلب 5 في صن داونز اروح احتفل في المغرب بالبطوله الافريقيه. فنفس الشخص ده، نفس الشخصيه دي، نفس اللعيبه دي، مع الاضافات المميزه اللي تم اضافتها في فتره الانتقالات الصيفيه، لازم تثبت لي ده في الموسم الجديد، ما تقفش عند الموسم الماضي. لان انت هتقابل كل ما هو استثنائي هذا الموسم. انت هتقابل تدخل في المواعيد، هتقابل معسكرات المنتخب الدوليه بتنتهي قبل 3 ايام من مشاركتك الافريقيه، وعليك ان انت تحل الازمه دي، وعليك ان انت تتعامل مع ده، لان مش هتلاقي اتحاد يحل لك الازمه دي، مش هتلاقي مدير منتخب او مدير فني او مشرف على المنتخب هيحس ان هو محتاج يساعدك، بالعكس ده هيحاول يعرقلك ويتهمك بالفشل اللي عنده لو تحقق، وده لا نامله، نامل نجاح منتخب مصر بالتاكيد. لكن لازم تبقى عارف ان الظروف اللي جايه استثنائيه، سواء في الدوري الافريقي الجديد، سواء في كاس العالم وانت بتقابل ربما فريق مدجج بالنجوم على ارض وسط ملعبه، سواء حتى في بطوله السوبر المحليه بشكلها الجديد، عندك امور مختلفه تماما غير دور المجموعات في الدوري الافريقي. كل ده هيقابلك في وسط توقفات دوليه ومواعيد غير منضبطه من الكاف، فكل الامور دي هتكون صعبه عليك جدا. فعشان تتغلب على الامور دي مش بس فكرة سكواد، لا، فكرة كمان عزيمة، فكرة وضع حلول، فكرة ان انت لازم تقدم مجهود استثنائي عشان انت تستحق ان انت تكون استثنائي، لان انت لاعب النادي الاهلي، ولاعب النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي لابد انها تكون استثنائية. قدرنا كده، ما هو مفيش حد بيكسب كل البطولات، بس في النادي الاهلي انت مطالب تكسب كل البطولات. ليه؟ هو كده فكر استثنائي. احيانا بيكون قاسي بالمناسبة على المسؤول، احيانا بيكون قاسي على الجهاز الفني، احيانا بيكون قاسي على اللاعبين، ولكن القسوه دي برغم كل شيء وبرغم كل سلبياتها هي اللي مخلياك النهارده قاعد بتشوف في المدرج 148 بطوله انت محققهم على مدار تاريخك. لولا القسوه دي انت مش هتوصل للرقم ده. فعليك ان تتحمل قدرك، وهو انك انت استثنائي، ولازم تقدم كل ما هو استثنائي، واحنا معاك طول ما انت بتبذل مجهود. هي دي، مفيش، مش هتبطل، وان شاء الله مستمره. اخفقت في 149 هتجيبها ال 149، وهتجيب ال 150، وهتستمر البطولات ان شاء الله طول ما النادي الاهلي مستمر وطول ما الحياه الرياضيه مستمره. وخدها قاعده، انت الشخص الاستثنائي في النادي الاستثنائي، انت كنادي اهلي اللي محافظ على ماء وجه كره القدم المصريه، انت محمد صلاح دون وجود ثالث، مع كامل احترامنا لكل شيء في كره القدم المصريه، الاهلي كنادي ومحمد صلاح كلاعب محترف، ما دون ذلك مفيش. بنشوف وبنسمع عن اسماء فرق اول مره نسمع عنها بتحقق الفوز، وانتظرنا النهارده الساعه 11، مش احنا، انتظر اللي هيقول لك ان ايه المشكله، الاهلي خسر والزمالك خسر، كره القدم يا جماعه هتروح فين، كره القدم المصريه هتروح فين. لا انا اسف، انت ما تحطنيش في القصه دي، ما تدخلنيش في المعادله بتاعتك دي، ما تقوليش منتخب مصر بيخسر افريقيا، ما تقوليش ما فيش فرق بتاخد بطوله افريقيا وتجيب النادي الاهلي عشان خسر بطوله سوبر تحطه في المعادله، انا مش هقبل بده ولا هسمح بده. وبقول لك من دلوقتي هتسمع الكلام ده الساعه 11، هتسمعه. ليه؟ لان خلاص عرفنا الدنيا بتدار اعلاميا ازاي، وانت المفترض عارف. فان شاء الله موسم فيه صفعه في اوله، لكن هنتفائل لان عندنا فعلا
امور فنيه مهمه جدا، والبعض هيتصيد وخاصه بدا التصيد باللاعبين الجدد ورضا سليم وامام عاشور. والحقيقه رضا سليم وامام عاشور في اول مباراه ليهم منذ فتره طويله قدموا اداء مميز جدا، كانوا اقرب ان هم يسجلوا. فخد بالك، وللجهاز الفني واللاعبين احنا في ظهركم، احنا مش ناسيين اللي حققتوه السنه اللي فاتت، لكن محتاجين مزيد من الجهد عشان تحققوا مثله هذا العام. عايز بمناسبه رضا سليم وبمناسبه امام عاشور، لان انا بالنسبه لي التقييم مختلف شويه، وخلونا هنا نروح بقى بعيدا عن فكره احنا وضحناها ودي قناعاتنا دايما ان النادي الاهلي بيتحمل ما لا يتحمله غيره. وانا ارى ان كابتن محمود الخطيب لما كان بيقول الموسم الجاي صعب وكان يعنيها، البعض راح لتفسيرات كتير، ولكن انا بشوف انك تحقق كل شيء والقمه ده هيحط عليك اعباء اضافيه وهيخلي سقف التوقعات عالي جدا والضغوط عاليه جدا. وعشان كده الضغوط دي مش بس على النادي الاهلي كمنظومه، الضغوط دي كمان متعلقه بشكل كبير باللاعبين، وفي بعض اللاعبين اللي عندك بيتم استهدافهم، بعض اللاعبين عندك اللي هيكون في ضغوط اكبر عليهم، منهم امام عاشور واكيد صفقاتك الجديده. انا بشوف ان بشكل كبير جدا كان امام عاشور ورضا سليم قدموا مقارنه بظروفهم، انا بقول اكتر من اللي انا كنت منتظره. هم مش علاقتهم ده قرار فني ان هم يشتركوا من البدايه، ولكن رغم ان في لاعب زي امام عاشور 4 شهور بعيد عن اي مباراه، ده الراجل ده المفروض ينزل مش شايف، الراجل ده المفروض لا يبقى عنده ايقاع مباراه، ولا المفروض يبقى عنده رجله في الملعب وعنده حساسيه مباراه، ولا المفروض يكون فات اناف ان هو يبدا مباراه بالعنف ده وبالقوه دي. فطبعا الراجل مقارنه بده، كان انت عندك 5 محاولات على مرمى المنافس، 4 بتوع رضا سليم وامام عاشور لوحدهم 2 و2. رضا سليم ده مش بس هو راجل عنده من اعلى معدات المحاولات 2 على المرمى، لا ده راجل على المستوى الدفاعي كان له مؤثر جدا. انت كان كل الكرات الثنائيه والمشتركه كنت بتخسرها، رضا سليم من 7 كرات مشتركه ارضيه فاز ب4، وده رقم مهم جدا، من اعلى معدلات التاكلينج الناجح. فانت عندك صفقات انا بقول ان هي امبارح مقارنه بظروفها قدمت شيء جيد جدا. اكيد كلام كتير معاكم. لا بس قبل ما تختم النقطه دي، لان النقطه مهمه واستباقيه ايضا، خد بالك مودست هيبدا يشارك في الدوري. مودست لو اهدر فرصه، لو ضيع انفراد، لو لعب كره بدماغه جت في العارضه، هتبدا تلاقي على طول نفس القصه، نفس شله الاعلام تبدا تشكك لك فيه. فخد بالك انت داخل على مرحله تشكيك في 3 صفقات في موسم انتقالات صيفي، انا من وجهه نظري من افضل التعاقدات. انت اتعاملت بالكيف، انت جبت اللي ناقصك، جبت امام عاشور لاعب من افضل لاعبي وسط الملعب في مصر، لاعب واعد هيبدي شغل كتير جدا غير اللي ظهر في المباراه دي، جبت رضا سليم افضل لاعب في الدوري المغربي وكان حاسم جدا في فوز الجيش الملكي المغربي بالدوري، جايب مودست من البوندسليجا، لعيب جاي من الدوري الفرنسي، الدوري الالماني، الدوري المصري. فخد بالك لان الناس كتير جدا هتتصيد في بدايه الموسم، العجله ان شاء الله هتدور، وباذن الله ال3 صفقات دول نتكلم في نهايه الموسم ونقول ان هم كانوا اهم نجوم النادي الاهلي. طبعا واكيد مودست عليه رهان كبير جدا، لما بتشوف امبارح في الاستوديو التحليل المباراه بتطلع تتكلم عن مودست ازاي اللاعب تاثيره في كولن، انت جايب لاعب لما بايرن ميونخ لما قصدي بروسيا دورتموند كان عنده بعد خروج هالاند محتاج يجيب لاعب يكون جاهز، جاب مودست اللي مع كولن مسجل 20 هدف. كونه وفق او ما وفقش دي فكره مختلفه تماما عن معطياته مع النادي الاهلي وظروف المنافسات اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. فانت عندك لاعب امبارح كان بيلعب مكان بيرسي تاو، الراجل اللي هو دولي في منتخب جنوب افريقيا، نزل وشارك اساسي رضا سليم وابدا وقدم اداء جيد، كان عندك امام عاشور 4 شهور ما بيلعبش قدم اداء جيد، عندك مودست اللي هيصنع اكيد الفارق مع النادي الاهلي. اعتقد ملف محتاجين نخرج منه ان شاء الله النادي الاهلي لديه القدره على تعويض جمهوره اللي دايما بيكون مشاعرهم تجاه فريقهم وخوفهم عليه مشروع جدا، ولكن صدقوني احنا في مكان جيد وان شاء الله الموسم ده سيصنع النادي الاهلي الكثير. نشوفكم بعد الفاصل لان كلامنا ممتد وعندنا فقرات مهمه جدا في الاهلي خط احمر. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم الاهلي خط احمر، ولسه مكملين كلام عن السوبر
ولكن المرة دي هنروح لكلام المدير الفني مارسيل كولر نفسه بعد المباراة وحديثه عن خسارة أول بطولة في الموسم الجديد. بالمناسبة دي أول بطولة يعني يخسرها مارسيل كولر، أو أول مباراة إقصائية يخسرها مارسيل كولر لو استبعدت مباريات كأس العالم للأندية طبعا، وده طبعا بتتكلم في رقم كويس للمدير الفني، رقم جيد بيعامل العلامة الكاملة. فلما بتقف عند خسارة ما بتقفش كتير، وإن شاء الله نمر منها سريعا ونحقق ونستمر في تحقيق النجاحات. لكن كان مهم إننا نروح نسمع كلام مارسيل كولر نفسه بعد الخسارة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري. Ja, ich gratuliere unserem Gegner WSM Alger zum Sieg. في البداية بهني فريق اتحاد العاصمة على فوزهم بالمباراة والبطولة. Ich denke, wir haben auch unsere Chancen gehabt in diesem Spiel. أعتقد إن إحنا كان عندنا فرص كتير مهمة في المباراة. Wir haben aber keine Tore gemacht. لكن للأسف ما حرصناش أهداف. Das Entscheidende schlussendlich. ودي للأسف أهم حاجة في كرة القدم. Wir haben Penalty verursacht. Ein Sekundenbruchteil zu spät gekommen und dann ist es passiert. سببنا لنفسنا في ضربة جزاء بدون داعي. كان في اللاعب كان متاخر كسر من الثانيه في القرار فتسبب في ضربه جزاء. كمان كان في ضربه جزاء وقت حالينه جدا والحكم ادى اتاحه فرصه انا عمري ما شفت في حياتي اتاحه فرصه في ضربه جزاء مش موجوده في الكره. Nichtsdestotrotz glaube ich müssen wir mehr tun alle zusammen. لكن في النهايه احنا لازم نعمل اكتر من كده في الكوره، لازم ادائنا يبقى افضل من كده، لازم كنا ادائنا الهجومي كان يبقى اقوى من كده افضل من كده. لكن ده كان اول مباراه رسميه لينا في الموسم. Aber wir müssen ganz klar zulegen und jeder muss bei sich selber schauen und nicht irgendwie beim anderen die Fehler suchen. لكن بالتاكيد احنا محتاجين نتحسن اكتر من كده بكتير، وان كل لاعب لازم ان هو يبص على نفسه ويحاول يدوس على نفسه ويدي اكتر من كده وما يرميش اخطائه على حد تاني. Nein, also das ist natürlich immer einfach, wenn du dann verlierst, was zu sagen, zu spät gewechselt. Wer garantiert mir, dass wenn ich vorher wechsle, dass es dann besser rauskommt? Das kann ich auch nicht sagen. بالنسبة لنقطة التغييرات هي بتبقى دايما اللي بيخسر دايما بيبقى قراره غلط. فمحدش كان يضمن ان انا لو كنت غيرت بدري كنت هكسب، ولا التغيير في الوقت ده معناه ان انا لازم اخسر عشان غيرت في الوقت ده. هي بتبقى معطيات المباراة. حضرتك ولا اي حد يقدر يضمن لي ان انا لو كنت غيرت بدري شويه ان انا كنت هكسب المباراه. Und wir sind heute auch viel über die rechte Seite gekommen, haben da auch unsere Chancen gehabt, also wir kommen nicht nur über links. Und dementsprechend ja, sehe ich das natürlich anders. بالنسبه للسؤال الثاني انا شايف الموضوع مختلف شويه، ان احنا بالعكس احنا النهارده كانت قوتنا الناحيه اليمين كانت اقوى وكانت شغاله اكتر وكانت فعاله اكتر من ناحيه الشمال. احنا بنهاجم يمين وشمال، ما عندناش ناحيه واحده بنعتمد عليها، لكن هي ظروف المباراه. مجموعه نقاط وقف عندها مارسيل كولر في الجزء الاول، اكيد وقف عند التحكيم، ولكن قال نقطه مهمه جدا، واكيد هيكون عندنا وقف عند التحكيم بالتاكيد، لان في تحكيم ممكن يجي يضيع لك مجهود بطوله مشوار بطوله، حتى لو انت سيء مش معنى ان انت سيء ان انت يعني يسلب منك حقك التحكيمي. لكن هو اتكلم بوضوح، قال ايه؟ من ركله الجزاء اللي علينا، ركله الجزاء واضحه يعني جزء من الثانيه ورطت مروان عطيه، ولكن احنا بنفس المعيار لينا ركله جزاء، لكن مش عايزين نرتكن لده. وقال ايه؟ قال على كل لاعب ان هو يعتمد على نفسه ان هو يقدم الافضل، وده اللي احنا قلناه في الانترو، ان انت صحيح. لازم تقدم ما هو استثنائي. انت المفترض في عداله، المفترض يكون في نزاهه عند الحكام، والمفترض يكون في شفافيه، كل ده مفترض، لكن هتقف عند ده هتخسر بطولات. يبقى لازم تعمل ايه؟ تتخطى ده. تتخطى ده ازاي؟ ان انت تقدم مستوى استثنائي، وده اللي قاله مارسيل كولر. الحقيقه مباراه في بدايه الموسم وقف عندها مارسيل كولر ايضا بتبين لك في بعض الارقام السلبيه، ان انت في 90 دقيقه تفقد الكره 89 مره. ده رقم كبير جدا، انت بمعدل كل دقيقه الفريق بيفقد الكره كل دقيقه. ان انت لما تلعب 22 عرضيه خمسه فقط يكون بشكل صحيح. ان لما يكون عندك لاعب مميز زي علي معلول بيلعب 11 عرضيه في 90 دقيقه اثنين فقط اللي بشكل صحيح، ان يجي لك 11 ضربه ركنيه لم تستطيع استغلال اي ضربه منهم، كل دي ارقام بالتاكيد سلبيه، وكل دي ارقام بتقول ان كلام كولر ان لازم نقدم ما هو افضل بشكل هجومي، لازم نقدم ما هو افضل على مستوى فردي، لازم نبقى عارفين
ان المكسب ما بيجيش غير بالجهد وبالتعب وباستمرار التعب مهما كانت الظروف المحيطه، زي ما اتكلم في ركله الجزاء التي لم تحتسب لكهربا الا ان يكون عندها وقفه، لكن هو راح لنقطه التغييرات. وطبعا كل مدير فني بيبقى شايف من وجهه نظره ان التغييرات اللي بيعملها هي الافضل وهي الانسب بالنسبه للمباراه، لكن بالتاكيد في كان علامات استفهام على فكره ان التغييرات فيها نوع من انواع ان بعض اللاعبين لعبوا في غير مراكزهم، وعلى راس القصه دي طبعا ياتي محمد عبد المنعم لاعب سنتر باك لاول مره بتشوفه في مباراه ببطوله ان هو بيتم تغييره ويلعب سنتر فيرود. يمكن هو كان في قطاع الناشئين بيلعب القصه دي، كورته كويسه بيجيد العاب الهواء، ولكن ده كان معرفش هل كان متحضر له محمد عبد المنعم ولا لا، بيرسي تاو ونزوله وان هو ما يلعبش على الطرف، فكان في امور ممكن تكون بشكل افضل من كده في التغييرات، ولكن هي في النهايه رؤيه المدير الفني. المدير الفني ارتقى ده وشاف ان ده الانسب، وهو كان شايف لاعبيه وهو كان عارف لاعبيه وعارف قد ايه بيرسي تاو راجع من رحله جنوب افريقيا الطويله جدا، وبالتالي ما يقدرش يبدا بيه، شايف ان حسين الشحات ممكن يديله فرصه ثانيه، شايف حاجات كتير هو في الملعب ربما يراجع نفسه فيها، لكن في النهايه زي ما قال المباراه انتهت بالخساره، يبقى التغييرات لم تؤتي ثمارها، وبالتالي انتقاد التغييرات ده شيء طبيعي جدا. ده مارسيل كولر اللي اتمنى يفضل عند واقعيته ودايما يحط النقط فوق الحروف في قصه فقد البطولات، وان دايما يبحث عن كل ما هو افضل لدى اللاعبين ولديه هو شخصيا. وكان مهم جدا التزام مستر مارسيل كولر في ان انت تبدا تقيم عناصرك وتبدا تقيم الاسباب، يعني ما تقفش عند الامور التحكيميه فقط ولا تقف عند الامور الفنيه فقط، ولكن كان كل شيء لنسبته، كل شيء مستر مارسيل كولر ادى السبب او التاثير في خساره البطوله. ولكن كمان يمكن انا بتمنى ان احنا يا جماعه احيانا بشوف ان احنا بنكون هاديين جدا في الملعب في حالات تحكيميه، محتاج بس تعمل ضغط ان انت تلفت نظر الحكم انه يروح يبص مثلا على الفار، مش اكتر ولا اقل، تحاول توقف اللعب، تحاول كذا، تحاول يعني تدي انطباع حتى الحكم الفار ان في حاجه محتاجه تتشاف. واحيانا بحس ان احنا يعني النيرف بتاعنا عالي بزياده، واحيانا بحس ان ممكن حكم زي ما شفنا اللي حصل مع بملاك في نهائي دوري الابطال، والحمد لله يعني قدرنا في النهايه نحقق اللقب، كنا متوترين بزياده وكنا مشدودين وكنا متفاعلين مع الحكم اكتر من اللازم. برضو شفت في المباراه دي رغم ان الحكم كان مستفز وجدا، ولكن فكره ان انت الحكم يبدا الشو من بدري ويبدا ياخدك لنيرفو العالي ويبدا ياخدك لتصرفاته او عصبيته، برضو اتمنى ده ناخد بالنا منه لانه ممكن يكلفنا كتير وكاد ان يكلفنا قبل كده بطوله مهمه. نسمع مارسيل كولر قال ايه في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي واكيد نرجع نعقب. Ja, na, wir haben einen Stürmer, der kommt aber noch nicht spielen heute, weil Transferfenster zu spät verpflichtet wurde. احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نتعاقد مع مهاجم كويس جدا، لكن ما قدرش يشارك مباراة اليوم بسبب القيد، تأخير في القيد. Und es ist so, dass jeder Tore schießen kann und oder Tore schießen muss, wenn er die Chancen dazu hat. Und الفلسفة عندي ان كل لاعب يقدر يجيب جون. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. ان هو طالما جات له فرصه لازم يحرز منها اهداف، وده اللي احنا السنه اللي فاتت كنا عندنا اقوى هجوم بنفس اللعيبه دي. Und ich bin überzeugt, dass wir auch wieder hinkommen, dass wir das wieder hinkriegen. Und gut, das war jetzt der Start, war rein jetzt vom Ergebnis her nicht gut für uns. انا متاكد ان احنا هنوصل تاني لنفس مستوانا اللي كان السنه اللي فاتت ونوصل للمكانه اللي احنا كنا فيها. لكن البدايه طبعا ما كانتش احسن حاجه، بدايه الموسم بهزيمه زي دي في بطوله ما كانتش احسن حاجه. Es kann in der Enttäuschung kann das auch noch ein Vorteil sein, weil uns bewusst sein muss, dass die letzte Saison die war sehr erfolgreich und das kommt nicht von alleine. Wir haben hart gearbeitet und wenn irgendeiner das Gefühl hat, es geht einfach so weiter, dann sind wir auf dem Holzweg. Und da werde ich natürlich einhaken und werde eingreifen und dementsprechend ist das, was ich vorher schon gesagt habe, wir müssen mehr tun, jeder Einzelne muss mehr tun und dann werden wir wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. رغم الحزن اللي عند الواحد في هزيمة طبعا البطولة وخسران اللقب الأول الموسم، لكن ممكن تكون حاجة مفيدة إنها تفوق الفريق. إحنا خدنا السنة اللي فاتت كل
البطولات اللي احنا دخلنا فيها ممكن بيحصل حاله من احيانا من التعالي او تتصور ان الامور هتمشي لوحدها او ان انت هتكسب كل بطوله بدون جهد كافي. لا، ممكن يكون ده زي الم يفوقنا يعرفنا ان احنا محتاجين نشتغل وان احنا لازم عشان اوصل للي انا عملته السنه اللي فاتت هيبقى السنه دي اصعب ومحتاجه جهد اكتر. فلازم كل لاعب، وده اللي انا قلته في الاول، ان كل لاعب يعرف ان احنا لازم هندي اكتر من كده وهندوس على نفسنا اكتر من كده وادائنا لازم يبقى احسن من كده كتير. وانا النهارده هبدا تدخل عنيف مع الفريق ان احنا نتكلم مع بعض ان احنا لا احنا لازم نبقى الامور ما بتمشيش لوحدها، انت بتكسبش لوحدك، انت بتكسب بالجهد والعرق والمجهود. للأمانة أنا مبسوط جدا أن مستر مارسيل كولر تحت تأثير خسارة بطولة بيكون مركز في كلامه، بيكون هادي، بيكون عارف بيقول إيه. ويمكن مدربين كتير جدا تحت وطأة خسارة الألقاب يبدأوا يدخلوا في كلام يأثر عليهم هم بالسلب بعد كده، ولكن ده ما حصلش من مستر مارسيل كولر اللي رغم إقراره بأهمية مودست في اللي جاي، ولكن كمان هو وهو بيتكلم على أنتوني مودست كان بيتكلم في أن عنده هجوم أو عنده عناصر السنة اللي فاتت كانت مؤثرة، وفكرة أن كل اللعيبة بتحرز أهداف في الخط الهجومي، وده أرقام شفناها في دوري الأبطال سواء في حسين الشحات أو بيرسي تاو تحديدا وإزاي كانت مشاركاتهم في الأهداف. كمان مهم جدا أن أنت تبقى عارف أن أنت النهاردة كنت وحش بس عندك الطريقة اللي هتوصلك لمستواك. والأهم أن بعد المباراة كان الواحد شايف ان هو ده فعلا دش سائع او جرس انذار محتاج يفوقك. وانا كان عندي انطباع طول ما انا بتفرج ان احنا كنا نازلين المباراه بخلفيه ذهنيه ان احنا سهل نكسب، وده اللي قاله مستر مارسيل كولر. حلو جدا ان انت تكون شايف حاجه والمدير الفني مش يطلع يبدا يقول كلام غير ده خالص ويقول الناس زعلانه ليه ويقول عادي خساره بطوله واحنا كنا كويسين. لا 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 لا، مارسيل كولر راح لحته تانية خالص، راح لحته ان هو حط ايده على كل العيوب والسلبيات ولكن بشخصيه الواثق اللي عارف ان بكره بتاع فريقه هيكون افضل بكتير. واكيد كلنا بنتمنى ده ان شاء الله ونثق في فريقنا ان هو يا اسامه احنا عندنا ظروف تساعد ان احنا ننجح، ما عندناش مشاكل مخليانا بعيد او نحس ان دي سلسله حاجات هتتتالى وكانت بدايتها السوبر. اكيد يا فارس، وده اللي احنا بنراهن عليه في الموسم القادم ان شاء الله. واعتقد انا بشوف ان انت دعمت بشكل قوي جدا، وان شاء الله ننتظر التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في المباريات القادمه. ولكن زي ما قلت انتقدنا كل شيء، اتكلمنا عن كل السلبيات الممكنه، وده عادتنا في النادي الاهلي اننا بنشوف السلبيات اللي في ايدينا الاول واللي ارادتنا واللي احنا قصرنا فيها، وبعد كده بنشوف العوامل الخارجيه اللي انا من وجهه نظري كانت اهم العوامل في بدايه موسم. وانا بقول لكم وبراهن لو النادي الاهلي كان لعب 5 مرات في الدوري وفريق اتحاد العاصمه كان لعب 5 مرات في الدوري مع سوء التحكيم، النادي الاهلي كان قادر وقتها يتخطى سوء التحكيم ده. لكن للاسف المباراه كانت جايه في توقيت صعب جدا، ومش عارف ليه الاتحاد الافريقي بيعمل معانا الأمور دي، دايما يربطنا ب3 أيام من التوقف الدولي سواء قبل أو بعد. لكن الحقيقة زي ما مارسيل كولر وقف عند التحكيم احنا كمان هنقف عند التحكيم، لأن احنا مش هنسيب حق النادي الأهلي طبعا. ولا هنحط راسنا في الرمل ولا هنخاف ونقول لا ما احنا كنا المفترض نعمل أفضل من كده، لأن الحقيقة التحكيم الأفريقي شكله هيكون معنا مشوار صعب جدا، والسنة دي تحديدا فهيكون معنا خبيرنا التحكيمي طبعا الكابتن ناصر عباس. يا مساء الفل يا كابتن ناصر. تحياتي لك اسامه، وتحياتي لفارس، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتنا ليك يا كابتن. تحياتنا ليك كابتن. يعني قبل ما نروح يا كابتن للحالات التحكيميه واشارها اللي توقف عندها مارسيل كولر، انا عايز اروح لحاله الحكم نفسه واختيار الحكم، وهل الحكم كان اختيار مناسب من قبل الكاف؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، خلينا اكلمك انا عن انطباع متفرج عادي. متفرج عادي بيشوف في اول 6 دقائق او في اول 5 دقائق لعيب من النادي الاهلي اسمه رضا سليم كان في تسلل وفي إعاقة أو خبطة أو ما شابه داخل منطقة الجزاء، وإذا بالحكم بيتعامل معاه بمنتهى الشراسة وبمنتهى القوة وبمنتهى الانفعال. هل ده ممكن يؤثر يا كابتن على لاعبي أي فريق أهلي أو غيره أنه يستشعر أن الحكم متحفز ضده من بداية المباراة؟ أستاذ أنا بحييك جدا جدا والله، مش مجاملة ليك ولا حاجة، ولكن أنا بقول لك نفس إحساسك اللي أنت بتتكلم فيه دوت يا أسامة. انا من اول 5 دقايق انا حسيته امبارح من الحكم. الحكم امبارح اداني انطباع، ويمكن انا مقيم في الاتحاد الافريقي وشفت حكام كتير
ما شفتش اللي حصل امبارح من حكم المباراه. حكم المباراه من اول خمس دقائق اداني احساس ان هو ما عندوش اداره تحكيميه نتيجه ان هو عصبي جدا مش مستحمل يتكلم اي لاعب معاه، وده مخالف تماما. يعني ان بيتكلم على الماده 5 سلطه الحكم، المفروض تدار المباراه بحكم يقدر يدير المباراه. يا كابتن اسامه امبارح شفنا العصبيه، شفنا حاجات من ضمنها الصوت العالي، وده المفروض انت كحكم يكون عندك ثبات انفعالي، ان توتر الحكم انعكس على توتر اللاعبين. يا كابتن اسامه يا كابتن فارس، انا النهارده مفترض للمباراه تبقى عاليه عليا او كبيره عليا او اكبر من حجمي، انا النهارده مفترض كحكم يعني اخفض رتم المباراه مش اعلي رتم المباراه. شفنا امبارح الحكم بالعصبيه بالتوتر، زي ما قلت لك خبراته قليله جدا جدا جدا، هو الراجل عاوز يعمل حاجه يثبت للاتحاد الافريقي ان كنتوا يعني كنت عندكم حق في ان كنتوا تعينوني. للاسف كل هذا الكلام جاب نتيجه عكسيه في اداء الحكم. انا هتكلم في نقطه مهمه جدا يا فارس. اتفضل. البعض يتكلم على اداء لاعبي النادي الاهلي، من فضلك لو سمحت نفصل تماما عن اداء لاعبي الاهلي، لان هنا في متخصصين بيتكلموا في الناحيه دي، ولكن خلينا نتكلم في الاداء التحكيمي اللي احنا بنقيم بيه الحكم. ما تقوليش ان الاداء بتاع لعيب الاهلي يعني كان يعني مش كويس وذلك التحكيم يعني ما كانش مؤثر. لا، التحكيم يا كابتن اسامه يا كابتن فارس كان مؤثر بدرجه 100%. صحيح. وعشان كده هقول لك هو ليه الحكم بيتعين له مقيم للمباراه او مراقب للمباراه. بيبقى المقيم ده بيراقب الحكم وبيقيمه عن كل حاجه، عن الشخصيه وعن التحركات وعن القرارات الفنيه والاداريه. هنا بنتكلم عن التحكيم، خلينا نفصل يا جماعه ما بين الحكم والاداره اللي حصلت امبارح. صحيح. هتكلم في جزئيه وانا بحيي فيها مارس الكرار اللي هو اتكلم على اول مره يشوف ركله جزاء بيدي فيها الحكم بتاعه. والله يا كابتن اسامه انا امبارح قلت الكلام ده، ما كنت اعرف ان مستر مارس هيقول الكلمه دي، ما كنتش اعرف، ولكن انا كمقيم وكمحاضر دايما بنقول للحكام من فضلك لما يكون في ركله جزاء الافضل انك انت تحسب ركله الجزاء وما تديش اتاحه الفرصه. طب. لان ركله الجزاء بالنسبه للاعب تقريبا نسبه 95 ممكن يسجل منها هدف. ما تنجمش تسيب اللاعب يتواصل وبعدين ما تحسبش المخالفه. مادة احنا بنستعرض على الشاشه يا كابتن وانت حضرتك بتتكلم مبدا تحت الفرصه نفسه. ممكن حضرتك كابتن يا كابتن فارس يا كابتن اسامه، احنا النهارده بنتكلم بالقانون والله عشان نعرف البعض اللي طلع قال ان الحكم ما عندوش اخطاء وان الحكم كذا وكذا. هنا الماده 5 من قانون القدم بتتكلم على سلطات وواجبات الحكم، من ضمنها ماده اتاحه الفرصه. بتقول ايه يا كابتن اسامه يا كابتن فارس؟ السماح بمواصله اللعب عند حدوث مخالفه، يعني لو في مخالفه انت كحكم اسمح باستمرار اللعب. وبعدين لو الفريق ما استفادش، الفريق اللي هو الغير مخطئ اللي هو النادي الاهلي في لعبه امبارح اللي هي لعبه كهرباء بالظبط، ما استفادش من اتاحه الفرصه ديت، بترجع تاني بعدم الاستفاده في لحظتها او في غضون بضع ثواني. يعني ايه؟ نفس اللعبه كهرباء اتعملت معاها مخالفه، انت اديت ادفانش او اديت اتاحه الفرصه لرضا سليم، في نفس اللعبه دي رضا سليم ما استفادش من الفرصه اللي انت اديتها. طبقا للقانون ترجع تحتسب المخالفه الاصليه وهي ركله الجزاء اللي للاسف هو ما حسبش، وللاسف الفار ما جابوش يا كابتن اسامه خطا مؤثر في نتيجه المباراه، والنتيجه كانت 0-0 في الدقيقه 11. ما حدش يقول لي ابدا ان اخطاء التحكيم امبارح ما اثرتش، لا تفرق كتير جدا لما النادي الاهلي النهارده تحسب له ركله جزاء بنسبه 99% هتبقى هدف 1-0 يفرق مع لاعب نادي الاهلي معنويا، ويقدروا ان هم من خلال الهدف يبقى عندهم هي كابتن نصر كانت هتغير اصلا طريقه اللعب والامور الفنيه داخل الملعب. ولكن حضرتك برضو في حته كان اسامه بيسال فيها وحابين برضو نرجع لها، وهي اليه الاختيار، لان مهمه جدا. احنا عندنا الحكم الجابوني عنده في دوري الابطال اللي هي المسابقه اللي هي بتاعت صفوه الفرق في افريقيا واللي تبدا تحط الحكم في اختبارات قويه فيها، عنده 3 مباريات السنه اللي فاتت، واحده في الادوار التمهيديه واثنين في الجروب ستيج او اللي هي يعني ادوار المجموعات، 3 مباراتين بس في دور المجموعات، ما فيش في الادوار الاقصائيه. يعني متخيل دور الثمانيه كله الراجل مش موجود، نصف النهائي مش موجود، واكيد النهائي مش موجود. حكم زي ده ما دارش ادوار اقصائيه اطلاقا في دوري الابطال السنه اللي فاتت، بروح جايبه لمباراه ببطوله. حضرتك عايزين نتكلم ايه هي اليه الاختيار في الاتحاد الافريقي، وهل انت اصلا شايف ده منطقي؟ كابتن فارس
سؤال مهم جدا على فكره. انا المعلومه اللي عندي ما كانش هذا الحكم اللي هيدير المباراه، يعني ما كانش هذا الحكم اللي كان هيدير المباراه، ولكن الحكم ده خد المباراه دعم ومساندة ليه لان هو رايح كاس عالم الشباب. خلي بالك المباراه اكبر من اداء الحكم طبعا. حكم ملوش خبرات، ما عندوش اي يعني سي في بالنسبه للمباراه زي ما حضرتك قلت كده، ما شفنالوش اي مباراه ادارها قبل كده، مباراه اللي هي الكبيره الصعبه. وبالتالي زي ما قلت اختيار الحكم للمباراه كان اختيار مش مناسب يا كابتن اسامه، مش مناسب تماما. هذه المباراه المباراه الكبيره اللي تحتاج الحكم اللي هو عنده قدره فنيه وعنده شخصيه تحكيميه وعنده اداره تحكيميه. هو امبارح زي ما قلت لك شخصيته القليله قوي حاول يعوضها بان هو يزعق ويطلع كروت ويشوح للاعبين، ما عندوش ثبات انفعالي، كان متوتر. ده نتيجه الشخصيه اللي ما كانتش موجوده، نتيجه ان هو ما عندوش اداره تحكيميه جيده. الاختيار هنا كان سبب كبير جدا يا كابتن اسامه كابتن فارس، زي ما حضرتك قلت ان هذا الحكم اختياره في هذه المباراه اختيار كان يعني مش مناسب في هذه المباراه. كابتن ناصر يعني الحكم اختياره غير مناسب، وواضح من كلام حضرتك ان لا يمتلك الشخصيه، هل بعض الحكام في الوقت اللي زي ده عشان تثبت انها عندها شخصيه بتروح للفريق البطل، بطل القاره اللي هو كبير القاره اللي هو النادي الاهلي ولاعبيه نجوم معروفين في كل قاره افريقيا، فيبدا يتعامل معاهم معامله خاصه من العصبيه والنرفزه عشان يثبت ان هو عنده شخصيه؟ لان الحقيقه احنا شفنا الكلام ده على المقابل مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري مش بنفس الحده، لدرجه ان في نقطه انا عايز برضه اقف عندها قانونيا انا كابتن ناصر وانت معانا، ان في ركله جزاء نتيجه دفع الكهرباء اللي حصل عليها مراجعه من تقنيه الفيديو، وقتها الحكم انتظر قرار تقنيه الفيديو ان هي مش ركله جزاء ثم منح كهرباء انذار سيميليشن. ما هو لو سيميليشن انت ما كنتش انتظرت ان انت تشوف ان القصه فيها مراجعه تقنيه فيديو، وانس في تقنيه فيديو بتراجع اذا في اشتباه في حاله ركله جزاء، اذا بعدنا خالص عن حاله السيميليشن. فبرضو عايزين نشوف حضرتك رايك في القصه دي، هل هو عايز يثبت شخصيته على حساب نجوم النادي الاهلي؟ للمره الثانيه بحييك يا اسامه وبحيي فارس. كابتن نادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن، نادي اي حكم يحلم ان هو يلعب، ومش مجامله. انا كنت حكم على فكره دولي وكنت مقيم وكنت في الاتحاد الافريقي. نادي الاهلي حلم اي حكم يدير لي مباراه، لان هو من خلال النادي الاهلي بيتعرف للناس وبيتعرف للجماهير. زي ما حضرتك قلت كده حكم بيحاول يعمل حاجه واحده بس، ان هو ازاي يثبت للناس ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انا قادر ان انا استغل سلطتي التحكيميه في ان انا يعني اجهد المحاولات او ان انا اكون اقوى منهم، وده مخالف تماما للتحكيم ومخالف تماما للقانون يا اسامه. زي ما قلت نتيجه عدم الخبره الراجل متخيل او متهيأ ليه ان انت لما تتعامل بهذا الشكل والاسلوب. طب انا هقول لك على مفاجاه يا اسامه يا فارس. اتفضل. حاله من ضمن الحالات لاعب نادي اتحاد العاصمه كان مع محمد عبد المنعم ارتقى فوق واستخدم الكوع في مخالفه صارحه وواضحه جدا، كان على بعد يارضتين من الحكم وهو على بعد يارضتين. شوف بقى التعامل والتعامل جه ازاي. انت اي لاعب نادي الاهلي بيجي لك بتتعامل معاه بحده وبتتعامل معاه بالكروت. تعال شوف هذه المخالفه تستحق البطاقه الصفراء للتهور، استخدام الكوع وواضحه جدا والف ب للحكم الدرجه الثالثه بتشهد فيها البطاقه. تعال اقول لك عمل فيها ايه. راح للاعب تعامل معاه بكل لطف وبكل هدوء وحذره. صحيح. ده يوريك الفرق في التعامل. بالزبط. انت كحكم المفترض بتتعامل مع اللاعبين يا اسامه يا فارس. جميع اللاعبين معامله واحده، سياسه واحده. الا لو انت النهارده بتتعامل مع بتوع اتحاد العاصمه نفس التعامل المفترض طبقا للقانون والقانون التاج تتعامل. توفر يعني توفر بيئه امنه للاعب الاهلي. بره لاعب الاهلي مفيش امانه يا كابتن. انت النهارده لما انا اشعر كحكم من اول خمس دقائق ان انا لو انا اعترضت هاخد بطاقه، طب انا هلعب ازاي؟ يعني انت كنت عامل لود كبير جدا جدا بادائك، ادائك اللي هو افسد المباراه على لاعب الاهلي. هو حد يقول لي ان الاداء ما اثرش؟ لا الاداء اثر طبيعي. وزي ما قلت دليل على كلام يا كابتن اسامه ركله الجزاء لاتحاد العاصمه كانت واضحه جدا، كان قريب جدا جدا. انا بس هوريك المستوى المتدني. هذه ركله الجزاء الواضحه وضوح الشمس. حضرتك ما خدتش قرار باحتسابها، ده دليل على ان قدرتك الفنيه ضعيف قليله جدا جدا جدا. الفار استدعاك رحت على مضض وانت مش مقتنع وانت خايف ترجع بقرار معاكس للفار،
حسبت المخالفه على الرغم تعبيراتك وانت بتشوف الحاله، كلنا شفنا انت مش مقتنع بالحاله، ولكن انت احتسبت الحاله نتيجه الضغوط. هي نفس الحاله دي يا اسامه يا فارس، والله مش مجامل، نفس الحاله بنفس المعيار حدثت مع كهرباء بالظبط. طب حضرتك يعني انت ما حسبتش، طب الفار لما جاب حضرتك في لعبه اتحاد العاصمه وحسبتك، طب الفار ما جابكش ليه؟ فار حتى الفار حاطين محكمه او حكمه ما عندهاش خبرات، يعني هذه المباراه كابتن حط فيها حكم فار كبير. صحيح. الكاف سابها للتجربه، خضع للتجربه طول التجربه. مباراه كانت غريبه يا كابتن فارس، التحكيم كان سبب، ما حدش يقول لي ان اداء لعب يا جماعه نفس الاداء لعب الاهلي وعن التحكيم. هو المطلوب ايه يا كابتن؟ مطلوب ان لعيب الاهلي النهارده يخشوا بحمل وبلود التحكيم. يعني انا مطلوب مني ان انا النهارده كلاعب اركز في اللعب ولا اركز في التحكيم؟ صحيح. ولا اعمل ايه بالظبط؟ كتير من الماتشات يا اسامه يا فارس، واحنا قلنا قبل كده كان النادي الاهلي بيكسب المنافس وبيكسب التحكيم ده كمان. ده حقيقي. كتير جدا كتير. بس مش كل مباراه انا النهارده هعمل لود على اللعيبه وانا احط من ضمن الخطط بقى موضوع التحكيم، ده ما بيحصلش في اي مباراه يا كابتن. كابتن ناصر، يعني حضرتك برضو قلت ان لعبه اتحاد العاصمه ركله الجزاء صحيحه، الاهلي كان يستحق ركله جزاء لصالح كهربا برضو، عشان الناس اكيد كلها سمعت حضرتك في الاستوديو، بس برضو يعني مشاهدي خط احمر يبقوا اكيد عندهم تساؤل، طب هدف كهربا الملغي حضرتك تقول لهم برضو رايك فيه بحيث كل حالات التحكيم في المباراه يكون الجمهور الاهلي سمعها تاني من خلال خط احمر. طيب كابتن فارس، احنا بنتكلم على الهدف الملغي، واحنا قلنا انت حارس المرمى يكون مسيطر على الكره. نمره واحد لما بيكون هو الكره بايد، يعني هو لمسها بايده او حط عليها ايده، او الكره ما بين ايده والارض سطح الارض، هنا لما بيحط حارس المرمى الكره على ايديه هنا بيبقى في استحواذ او في سيطره من الحارس. هنا طبقا للماده 12 لا يجوز للمنافس ان هو يلعب الكره طالما حارس المرمى عنده سيطره على الكره. مجرد ان هو حاطط ايده على الكره انا ما ينفعش المنافس هنا يركل الكره من رجل الحارس. ومع ذلك اقول لك على مفاجاه. اتفضل. انت عاوز تقول لي ان هو شاف التفاصيل دي؟ انا شك. يعني صح. انا كحكم بقى اهو. صح عشان صح. تقول يا كابتن مين اللي وصل يا اسامه؟ مين اللي وصل؟ صحيح. هل الحارس حط الاول ولا كهربه حط الكره الاول ولا سجل؟ صدقني هو انت بتتكلم في جزء من ثانيه، هو ما شافش تفصيل، ولكن هو يعني هو محضر القرار مؤهل نفسيا وراح لاغي، ده دليل على ان الراجل انا بقول لك اتحدى ان هو يشوف تفاصيل. صحيح فعلا. ان الحارس حط ايديه الاول ولا كهربا وسط الكره الاول. صحيح. دي من ضمن الحاجات الفنيه اللي كتير من الناس مش هيعرفها ومش هيفهمها. ده حقيقي. ولكن انا كحكم بقول لك اهو تفاصيل اللعبه دي صعب ان هو يشوفها، ولكن فوجئنا بالصفاره بتاع. وانا بقول لك اهو هذه الحاله من الحالات الصعبه، حتى الكاميرا للاسف يعني لما جت تصوير الحاله ما بينتش مين الاول اللي لعب. صحيح. او مين اللي حط ايديه الاول، كانت السيطره ولا تسديده كهرباء. طبقا للقانون احنا بنقول طالما الحارس كان في سيطره على الكره بايديه ما ينفعش ان المنافس يتنافس عليها او يلعبها. اكيد تمام. أكيد. كابتن ناصر، عايزين نستغل وجودك يعني بعيدا بقى عن مباراه الامس والسوبر الافريقي والاخطاء التحكيميه، وعايزين نعرف راي حضرتك فيما صدر من لجنه الحكام برئاسه بريرا من فكره تصنيف التحكيم وتصنيف الحكام دوري ممتاز دوري محترفين، لان البعض طلع والبعض جاهز بالانتقادات دايما لافشال تجربه الخبير التحكيمي الاجنبي. والحقيقه انا بحسد حضرتك برغم ان انت خبير تحكيمي مصري، ولكن ليس لك اي مطامع او محاوله انتقاد الخبير الاجنبي لافشال التجربه الاجنبيه دي. فراي حضرتك في قصه بقى تصنيف الحكام دوري ممتاز ودوري محترفين واقسام اخرى، يعني شايفها ازاي؟ طيب بدايه يا كابتن اسامه يا كابتن فارس، انا مش هشتغل في جانب الحكام، انا اشتغلت لمده 12 سنه في لجنه الحكام. صحيح. مسؤول اللجنه الفنيه، ومن خلالها كنت مقيم ومراقب رفيق اسوسيال في الاتحاد الافريقي، يعني شبعت شغل في التحكيم. يعني الكلام اللي هقوله ده مش محتاج ان انا اقوله عشان الراجل يقول ناصر عباس يجي لجنه الحكام، انا بدايه مش هشتغل في لجنه. ولكن احنا بنتكلم الكلام اللي هو في مصلحة التحكيم يا أسامة يا فارس. صحيح. الراجل جه وقعد فترة قال لهم كده، واتفق مع اتحاد الكرة من فضلكم أنا هقعد 4 أشهر أو 5 أشهر هقيم أداء الحكام وهقيم لجنة الحكام. وبالتالي هنا هبدأ دوري من بداية الموسم. الراجل لحد دلوقتي
الموسم ما بدأش. بالزبط. عشان نقول الراجل ده فاشل او الراجل ده صح او كده، لابد ان احنا ننتظر يا اسامه ونشوف شغله ونشوف اداء الحكام في الموسم الجديد. صح. عشان نقدر نقيمه. طبعا. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو عمل حاجه كويسه جدا جدا كابتن ما كانتش موجود، وهو تصنيف الحكام. كابتن اسامه النهارده المفترض ان انا اصنف حكامي الممتاز الف، يعني هو لما جه الممتاز الف اختار كم حكم ميداليه يا كابتن اسامه؟ اختار 38 تقريبا. اختار بالظبط 36 حكم للميدان، 36 حكم للفار، 52 حكم مساعد، وقال هم دول بس اللي هيديروا مسابقه الدوري الممتاز. ده تصنيفه. طيب في دوري المحترفين اختار 36 حكم واختار 52 مساعد. بالنسبه لدوري المحترفين، في دوري الممتاز اختار 62 حكم و92 مساعد، وقال هو ده التصنيف. ونقول التصنيف جه ازاي يا كابتن اسامه؟ معلش هطول سنه عشان البعض قال ان التصنيف ما كانش كويس. التصنيف دوت هو جه جاب كل التقارير اللي حدثت في الموسم الماضي، واستلم كل الملفات من كل اعضاء اللجنه، وابتدى يشوف تقارير الحكام اللي كانت موجوده من المقيمين سواء في الدوري الممتاز او الممتاز به، وابتدى يقيم، يشال الاسماء كلها وابتدى يقيم على التقارير اللي هي لكل حاجه. بالاضافه للورنر، وكل واحد بيعمل ورنر اللي هو اختبار بدني، كل ده بتتجمع التقديرات، امتحان الفيديو تيست، اختبار القانون، اختبار اللياقه البدنيه، ايضا تقييم المباراه وعمل التصنيف اللي هو طلع بيه. هنا زي ما قلت هي حاجه نقطه مفيده جدا. انا كنت بعتب عليه بس في حاجه واحده بس. الكلام ده كنت حضرتك ممكن تقوله من اربع اشهر لجميع حكام مصر ان هيحصل الكلام دوت، وكله يستعد عشان ما حدش يتفاجئ ان هو لما كان بيحاكم في الممتاز هيبقى بره. حضرتك لازم تبقى انت عارف قبليها على الاقل بفتره عشان تحضر نفسك وتبقى مهيئ نفسك انك انت ممكن تبقى خارج التقييم، لان في ناس بقى لها 10 سنين بتلعب في الممتاز يا اسامه والنهارده في التقييم هم مش موجودين. صحيح. ده اللي عامل الازمه لبعض الحكام اللي هي بتعترض، وبالتالي هنا دور الاتحاد كره القدم من فضلك اقف معالجه الحكام. وانا بقول اهو نقف مع الراجل، الراجل لسه ما اشتغلش، نشوف مشكله الحكام اللي بتعترض او في اللي هي خارج التقييم، تحل لهم المشكله عشان الراجل يبدا الموسم عشان نقدر نقيم التحكيم يا كابتن اسامه. مش كل حد هيجي لنا هنفضل نشكك فيه، ونبتدي قبل ما نشتغل نحط العراقيل في الشغل اللي هو يحل المشكله، ولكن مش فنيا. الراجل ليه صلاحياته الفنيه تماما، ولكن قصد حضرتك يعني احتواء الازمه بتاعه الحكام، مش ان هو يتدخل فنيا اتحاد الكوره. مظبوط يا كابتن فارس؟ هو قال كده بالظبط زي ما حضرتك قلت يا فارس. هو قال ده شغلي انا بالزبط. وده شغلي فني، وده من حق ومن صلب شخصيته ومن طبعا. من صلب سلطاتي. اما مشكله اعتراض الحكام ده مشكله الاتحاد، مشكله اداريه. بنشكر حضرتك بالزبط. جدا يا كابتن ناصر، وكالعاده يعني بتسري برنامج الاهلي خط احمر، ودايما مداخلات حضرتك بنستفيد منها جدا، والجمهور بيفهم منها حاجات كتير جدا. اعتقد يا اسامه يعني كابتن ناصر احنا هنا خدنا منه كلام، ربما البعض بقى يروح لفكره ان هو خبير تحكيمي في قناه النادي الاهلي، وان كان كابتن ناصر دايما يعني زي بيتكلم بيبقى هدفه مصلحه التحكيم اكتر منها اي حاجه ثانيه. بالظبط، يعني بيتكلم في نقطه مهمه كمان، ويمكن انا بس كنت يعني مختلف مع كابتن ناصر، فكره ان هو كان يقول للحكام ان هم ياخدوا بالهم في معيار او في معايير هيتم استبعادهم من عدمه، لان المفترض في طبيعه الامور ان الحكم يطلع افضل ما لديه. الحكم اللي ما يقدرش يطلع في الدرجه الثانيه، لا لا مش لا, لا, لا لا بيتكلم عن حكام قبلها باربع شهور كان المفترض يتقال للحكام خد بالكم ان انتم في تقييم ليكم. انا بشوف ان الحكام المفترض بدون ما ينتظروا لرئيس لجنه الحكام ان هم يكون عندهم تقييم لذاتهم، ان هم يقدموا دايما الافضل. فلكن هو قال نقطه اهم بالنسبه لي، لان البعض بيتساءل وبيقول يعني هو قيم التحكيم ده منين وعمل التصنيف ده منين، والراجل اصلا مش متابع او متابع بقاله اربع شهور. ده جاوب عليه الكابتن ناصر عباس ضمنيا من خلال التقارير ومراقب الحكام. وبالمناسبه معلومه مؤكده، اللي في لجنه الحكام سواء المستمرين او اللي قدموا استقالتهم وبينتقدوا التجربه حاليا كانوا موافقين على التصنيف ده. تاني معلومه مؤكده، العناصر المصريه اللي في لجنه الحكام اللي موجودين ومستمرين او اللي قدموا استقالتهم واصبحوا خارج الصوره كانوا موافقين على التقييم ده، يعني بريرا ما عملش التقييم ده والتصنيف ده منفردا. لكن نرجع لماتشنا ونرجع لاراء خبراء التحكيم، لان البعض هيقول كابتن ناصر عباس في قناه النادي الاهلي فيقول كهربا له ركله جزاء، وده شيء طبيعي جدا. لكن احنا خرجنا بره القصه دي خالص ورحنا للجانب الاخر، رحنا للخبير التحكيمي في قناه نادي الزمالك.
الكابتن ياسر عبد الرؤوف نسمع رأيه في الإدارة التحكيمية بالأمس في مباراة السوبر الأفريقي. في سقوط داخل منطقة الجزاء لكهرباء عشان بس افكرك بيها وافكر المشاهدين، وبعد كده الكرة راحت لرضا سليم مشي بيها جوه منطقة الجزاء وكمل بالزبط. وحطها في ايد حارس المرمى. لو ركزنا في اللعبة لا في مخالفة من مدافع اتحاد العاصمة على كهرباء، كهرباء نجح في اللي هو والله يا يعني. كابتن ياسر ده اللي انا بقوله بعيدا عن الانتماءات والله وموضوع اهلي وكده، انا شايفها واضحه جدا. طبعا رضا سليم دخل وكمل، بس احنا يعني بيقولوا لنا من واحنا صغيرين يا كابتن ياسر ان ضربه الجزاء ضربه جزاء، ما شفتها يعني ما سيبش اللعب يكمل. بص احنا دايما بنقول جمله والجمله دي لازم تاخدها علينا، احنا بنقول ايه؟ ان ما فيش اتاحه فرصه داخل منطقه الجزاء. تمام بمعنى ايه ما فيش اتاحه فرصه داخل منطقه الجزاء؟ دايما ركله الجزاء هي اعلى فرصه بياخدها اللاعب في الملعب. بالظبط يا كابتن. يعني النهارده رضا سليم خد الكوره وراح ومشي وبقى هو وحارس المرمى والجول قدامه كام يارده وبعدين حطها في حارس المرمى. فبالتالي بتبقى دايما فرص المهاجم وهو بيتحرك بالكوره اصعب. بالظبط. عشان كده بنقول ايه؟ الاسلم تمام انك تديله ركله الجزاء. ده احنا حتى كمان بنوسعها شويه وبنقول ان خارج منطقه الجزاء لما يكون اللاعب ليه مخالفه قريبه من منطقه الجزاء وقريبه من المرمى تمام اديله مخالفه. لان برضه فرصه تسديده واحراز هدف منها تمام هيبقى برضه نسبتها اعلى. الحقيقه يعني انا شايف ان الحكم كان لازم في لعبه زي دي ان هو يحتسب ركله جزاء، اما وانه ما حسبش كان لازم حكم الفار يتدخل فيها وان هو يبقى ليه راي ويستدعي الحكم الملعب ويقول له ان في مخالفه على المدافع. ولكن للمره الثانيه هنقول ان حكم الفار اتفق مع حكم الملعب في القرار، بس المره دي حقيقه قرارهم هما الاثنين كان خطا وكان الاهلي ليه ركله جزاء لم تحضر. اعتقد كلام كابتن ياسر عبد الرؤوف واضح، بل واضح جدا كمان ان فكره اتاحه الفرصه اللي تناولنا يعني القاعده مع الكابتن نصر عباس في المداخله منذ قليل، الراجل بيتكلم ان انت حتى لو بره ال 18 احنا ممكن نقول لك لو في فاول على حدود 18 ادي 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 الفاول. لان شايف وكل الناس عارفه ان ركله الجزاء هي اعلى فرصه لانها بتضعك في شكل انفراد تام بالمرمى وكمان من الثبات يعني مش في لحظه الحركه. وبالتالي قصه لو الحكم كان منح الفرصه لرضا سليم هو شاف النتيجه ان الكره ضاعت فكان مفترض يصفر ركله الجزاء. طب الحكم ما صفرش، كان لازم حكم تقنيه الفيديو يصفر او يستدعيه لركله الجزاء. انا شايف ان الكره سهله جدا مش محتاجه كل ده، وده اللي بتخلينا نوصل رساله اخرى للكاف. بطوله السوبر هي واحده من ثلاث بطولات انت بتنظمها للانديه، لو لم تهتم بهذه المباراه هتهتم باي مباراه؟ طبعا. وضع صعب جدا، وللاسف النادي الاهلي كطبيعه الحال هو اللي دفع الضريبه، لان تخيل انت ضاغط الفريق الجزائري مسجل هدف يعني تم الغائه بالقانون عادي جدا في الدقيقه 10، ولكن في الدقيقه 16 كان هيبقى عندك افضليه تتقدم 1-0. اعتقد كانت المباراه هتنتهي في شوطها الاول لصالح النادي الاهلي من وجهه نظري، لان الامور الفنيه ما بين النادي الاهلي في أسوأ حالاته مع كامل احترامنا وتقديرنا لفريق اتحاد العاصمه الجزائري وما قدمه بالامس ابعد بكتير مما قدمه اتحاد العاصمه الجزائري. اكيد كمان كان معانا ايضا تصريح عشان الناس بس تبقى فاهمه، احنا اتكلمنا فنيا وانتقدنا فنيا وقلنا عن السلبيات وكولر نفسه اتكلم عن سلبياته قبل ما احنا نتكلم، ولكن يا جماعه دايما هنا منطقنا في فقره التحكيم، الاقرار بحقك في شيء هو توثيق للتاريخ. عشان كده نسمع جهاد جريشه بيتكلم عن ضربه الجزاء المستحقه لصالح كهربا. النهارده يا كابتن هكلمك على لقطه تحكيميه، في لقطه تحكيميه مؤثره عليك في مباراه. نعم. في الدقيقه 25 ركله جزاء صحيحه الكهرباء لما يتم احتسابها. نعم. ما اختلفتش معاه في المباراه ولا اختلفت مع حكم الفار الا في لقطه واحده بس في المباراه كلها. نعم. هي اللقطه بتاع كهرباء ركله جزاء عامل فيها تحت فرصه لرضا سليم، وبعد كده استمر اللعب بعد كده ومراجعه غير صحيحه من حكم الفي ار اللي كان لازم هي يتدخل. قريبه الشبه بالظبط من لعبه اللعبه اللي اتحسبت ضربه جزاء لفريق اتحاد العاصمه. تدخل نعم. واضح نعم. والاحتكاك واضح والرجل نعم. مع الرجل، وبالتالي احنا بنتكلم احنا الموضوع ما وصلش للكوره نعم. يعاقب اللاعب نفس اللعبه بتاع مروان عطيه هي. ما وصلش للكوره نعم. وراح لرجل اللاعب، وبالتالي ركله جزاء كانت صحيحه لاتحاد العاصمه، ودي برضه ركله جزاء صحيحه للاهلي نعم. لما يتم احتسابها. اللعبه بتاع الهدف كهربا برضه لازم نتكلم عليه عشان نفهم جمهورنا كابتن احمد، الايد بتاع الحارس لما تكون الكوره على الارض وايده على الكره ده يعتبر مسايط المسيطر على الكوره نعم. وبالتالي تدخل كهربا كان تدخل غير صحيح نعم. وكان قرر الحكم صحيح بالغاء الهدف ومراجعه حكم الفار كان هل هو اطلق الصفاره قبل ان يسدد كهربا؟ لانه لو اطلق قبل ان يسدد كهربا خلاص مش هيرجع للفار.
لا الصفاره بعد ما الكره دخلت. نعم. وكانت المراجعه من حكم الفار موجود عشان هو انتظر وكانت المراجعه موجوده لكن. نعم. القرار كان في مضمونه صحيح يا كابتن احمد. تمام. لكن غير كده احنا بنتكلم الخبرات الحكم النهارده بنتكلم برضه في الشوط الثاني 10 دقائق وقت بدل ضايع في ال 10 دقائق ضاع فيهم وقت بدل ضايع كان لازم يضافوا على 10 دقائق. دي بتتكلم على خبرات حكم ماتش كبير زي كاس السوبر مش محتاج حكم خبرات اكبر من كده. لكن هو عذر الاتحاد الافريقي ان الراجل ده من ضمن ثلاث اطقم تحكيميه رايحين كاس العالم من تحت 19 سنه في اندونيسيا. طيب. نوفمبر القادم. اذا وجهه نظر حضرتك ضربه جزاء فريق اتحاد العاصمه صحيحه، الاهلي حرم من ضربه جزاء صحيحه، الهدف الذي سجله كهربا كان خطأ، والحكم كان ضعيفا في احتساب ضربات الجزاء وفي السيطرة على المباراة. تمام يا كابتن، هو ده ملخص اليوم النهارده. هو في الاخر خبرات القليلة هو اللي وصلتنا للثلاث نتائج الموجودة في المباراة. يعني اعتقد الجميع يجمع على لعبة واضحة جدا، ولكن ايضا الاتحاد الافريقي عليه ان يعيد حساباته. يا جماعه الاتحاد الافريقي يعني دايما كده بتحس لما يكون في هيمنه للنادي الاهلي وكانه يسعى دائما لكسر هذه الهيمنه، وكان دايما الصوره من ايام بلاتر فكره ان النادي الاهلي هو الممثل الدائم في كاس العالم للانديه، وكان النادي الاهلي هو الوحيد الممثل للقاره. البعض يرى في هذه الامور بشكل تسويقي وبشكل في التعبير عن القاره وكانها القاره لها بطل اوحد. فانا دايما بخاف من ده. الكلام ده يا جماعه مدعوم مش مجرد هواجس. احنا شفنا نهائي بيلعب من مباراه واحده على ارض احد اطراف المباراه، النهائي اللي خسره النادي الاهلي، النهائي اللي كان امام الوداد اكيد مش النهائي السابق. وايضا بنشوف تحكيم يعني اختيار طاقم تحكيم ضعيف جدا بسي في ضعيف جدا في مباراه تخيل انت رايح تقيمها في السعوديه، يعني مفترض كان اهدافك التسويقيه ان انت تعبر عن افضل شيء. حكم لا موجود من العشر حكام اللي اداروا المباراه الحاسمه للوصول لكاس العالم بين المنتخبات، حكم ما قدرش اي مباراه اقصائيه في دوري الابطال سواء في ربع النهائي او نصف النهائي او النهائي، فبالتالي لا يوجد منطق اطلاقا انه يكون حكم بيدير حدث زي ده، خصوصا لما يبقى كمان على الفار معاه حد ضعيف جدا وما عندوش سي في قوي. فاكيد مليون علامه استفهام هي منطقيه وموضوعيه وصعب حد يلاقي لها اي رد. اكيد معانا كلام كتير جدا في الاهلي خط احمر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وهنا هنضيء ضوء احمر لكره القدم المحليه، لان الحقيقه النادي الاهلي هيبدا الدوري القادم يوم الثلاثاء القادم امام فريق المصري ومواجهه صعبه جدا بالتاكيد على استاد برج العرب. لكن لما تيجي تبص نظره كده لجدول الدوري اللي تم وضعه من قبل رابطه الانديه ولجنه المسابقات هتلاقي ان مفيش حل غير انك تقلل عدد فرق الدوري. لما تتكلم في 17 جوله وهو الدور الاول هينتهي في ابريل، وتبدا تتحدث ان الدوري ده هينتهي في 30 يوليو، يبقى انت بتعمل ايه؟ هتلعب ال 17 جوله اللي باقيين في مايو في يونيو في يوليو، يعني 17 جوله في 3 شهور. هتلعبهم ازاي؟ هتقسمهم ازاي؟ ده أضف إلى ذلك النادي الأهلي اللي دخل في معترك أفريقي وعالمي، مبارياته المؤجلة دي هتتلعب إمتى؟ هترحلها لفين؟ هتضغطوا كل قد إيه؟ فهتلاقي علامات استفهام كتيرة جدا، وكل سؤال هو منطقي، مش يبدو منطقي، هو منطقي، ولكن الإجابة محدش عايز يجاوبها، محدش عايز يروح للحل، برغم إن كلنا تقريبا عارفين الحل. الحل إن يكون في ترابيزة مفاوضات بين كل الجهات المعنية، إنك هنا تجيب أندية، تجيب اتحاد كرة، أندية ممثلة في رابطة الأندية بما إنك خلاص اخترت إن دول يمثلوك، تجيب اتحاد كرة، تجيب لجنة مسابقات، تجيب مسؤولين عن الرعاية، وتبدأ تقول يا جماعة الدوري بوضعه الحالي بال 18 فريق هيعرضنا كل مشكلة إننا كل موسم نطالب بموسم استثنائي. كل موسم. فعشان ما نقعدش نطول معاكم وقت كتير في كلام هنقوله كل موسم وكل بداية موسم، الحل يا جماعة إن أنت تلعب 14 فريق، على أقصى تقدير 16 فريق. قلل عدد مباريات الدوري وابدأ اشتغل على دوري محترفين بدأت تجربته هتبدأ الموسم القادم، وابدأ اشتغل على تسويق ليه ورعاية ليه ووجه الرعاية ليه. لأن أنت لما تحط الدوري المصري 14 فريق فأنت خدت أفضل 14 فريق ممكن يلعبوا، وقتها بعض الأندية الشعبية هترفض. ليه؟ لأن بنشوف للأسف الأندية الشعبية بتنافس من أجل البقاء في الدوري.
طب ما انت لما تهبط الدرجه دوري المحترفين هتعمل له شعبيه، هتعمل له تسويق، لكن طول ما احنا شغالين ب 18 فريق هنيجي كل بدايه موسم ونقول يا جماعه عاوزين نبدا موسم استثنائي ومش بنبدا اي موسم استثنائي. اعتقد يا فارس يمكن اللي خدم انديه تونس وانديه المغرب وان هم قادرين يوصلوا نهائي دوري ابطال افريقيا ودايما دور نصف النهائي هي فكره ان اما الدوري بتاعهم 14 فريق واما مجموعتين واما 14 فريق بيلعب مجموعتين. تونس بتلعب فكره المجاميع اللي بتتعمل، المغرب عدد الفرق، وهتلاقي انتوا يا جماعه اللي سمعتوه السنه اللي فاتت مش محتاجين من دلوقتي تحتاروا، هو اللي هيتقال السنه دي، وهيتقال اهلي بنتاجل له كذا والاهلي الفرق بتلعب وبص كم مباراه وكم مباراه. برضو مش هتلاقي حد بيقول ان النادي الاهلي بيلعب في السوبر ليج، مش حد يعني بطوله جديده انت عليك اعباء اضافيه. النادي الاهلي ان شاء الله اكيد مكمل في دوري الابطال. النادي الاهلي يا جماعه كاس العالم للانديه عنده غير كاس العالم للانديه، ده انت عندك مباراه مع امبي اللي هتكون في اكتوبر من كاس السنه اللي بالزبط. فاتت يعني وضع يا جماعه هيكون غير طبيعي. فدايما بقول التعامل مع الامور الغير علميه بشكل علمي، يعني مقوله لعادل امام في احد الافلام، هو شيء غير علمي بالمره. يعني انت تبقى حد يعني انا اسف بتقول كلام غير منطقي وكلام مضحك، ان انت تيجي تحط كل المعطيات الغير علميه دي وتقول لي بص النادي الاهلي على الشاشه لعب كم مباراه والفريق مش عارف مين التنزاني ولا فريق مش عارف مين الموريتاني ولا فريق مش عارف مين في باكستان لعب كم مباراه. مفيش حاجه اسمها كده. حط لي المعطيات اللي عندك كمدخلات، وهل هتطلع منها نفس النتيجه ونفس الاستنتاج اللي هو بتاع الفرق اللي انت بتقارن بيها ولا لا؟ يعني احنا بنرد من بدري، واعتقد احنا ممكن نحتاج الفيديو ده مره واثنين وثلاثه واربعه في اللي جاي، لان ده اللي هيتقال والموسم ده اكتر من اللي فات ومحدش عايز يحل. والانديه اللي بتقول اشمعنى هي اللي لما تيجي تكلمها يا جماعه طب نلعب مجموعتين يقول لك لا، طب نلعب كذا لا. انت عارف النادي الاهلي في اول 11 جوله اتاكد كم مباراه حتى هذه اللحظه؟ اربع مباريات. ده في الدوري. في الدوري يعني انا 11 جوله حتى يوم 2 يناير النادي الاهلي متاكد له اربع مباريات فقط لا غير، المصري والاسماعيلي وفاركو وسموحه وفاركو بالترتيب. انتوا متخيلين؟ يعني لو جيت استعرضت لكم اصلا يعني المنافسات والمباريات اللي هياخدها النادي الاهلي حتى 2 يناير، لان ليه 2 يناير؟ لان بعد 2 يناير هيكون عندك توقف شهر ونص عشان امم افريقيا هيتلعب في كاس الرابطه. فتخيل من 11 جوله النادي الاهلي مش مسموح له ومش متاح ليه وقت غير انه يلعب اربع جولات، مش متاح، مش موجود، ما تقدرش تعمل اكتر من كده. يعني انت هتلعب المصري اول مباراه يوم الثلاث، هتروح بعد كده فين؟ تلعب دور ال 32، فهتتاجل مباراه سيراميكا كليوباترا. ادي مباريات النادي الاهلي، يعني دول ال 17 مباراه، تمام؟ ال 17 مباراه دول اللي لغايه شهر ابريل، انت لغايه 2 يناير مش هتقدر تلعب من 11 جوله غير اربع جولات فقط لا غير. نرجع تاني عشان نوضح الصوره للناس والجماهير النادي الاهلي، ويا جماعه دوروا على حلول فعلا جذريه. مش هينفع تكمل ب 18 فريق خلاص في ظل الارتباطات الافريقيه لاربع فرق، مش هتقدر تكمل ب 18 فريق الا انك هتفضل طول كل موسم تقول انا عايز موسم استثنائي. الاهلي هيلعب مع المصري، هيلعب مباراتين مع سان جورج الاثيوبي في دور ال 32، بعدها هيلعب مع انبي في الدور نصف النهائي من كاس مصر الماضي. ليه؟ لان لجنه المسابقات بتحاول تعمل احتماليه ان فريق رابع يصعد لبطوله السوبر اللي هتلاقيها في شهر ديسمبر. لو لا قدر الله بالنسبه لهم انبي فاز على الاهلي، فيبقى انبي بقى دخل فريق رابع مع الثلاث فرق المرشحين لبطوله السوبر بنسختها الجديده بالاربع فرق. طيب الاهلي كسب انبي، هنرحل بقى نهائي الكاس في شهر ابريل، ما عندناش ادنى مشكله من القصه دي، حسمنا موقف الفريق الرابع. طيب بعد انبي هتلاعب الاسماعيلي، فتخيل اول مباراتين ليك في الدوري امام ناديين اقوياء جدا بيلعبوا بمنتهى الغل القروي امامك، المصري والاسماعيلي، وتخيل. طيب بعد كده هتروح فين من سان جورج؟ في اجنده دوليه. طب هترجع من الاجنده الدوليه بعد ثلاث ايام هتدخل في مباراتي سيمبا سوبر ليج بقى، ان شاء الله تكسب سيمبا هتروح تلعب سان داونز، لا قدر الله خسرت من سيمبا هيبدا يحط لك البلديه او المقاولين، فان شاء الله نكسب سيمبا فهتروح تقابل سان داونز. كل ده انت مفيش مباريات محليه، تدخل بعد كده في اجنده اخرى دوليه، ثم تبدا ثلاث جولات، جوله اولى وجوله ثانيه وجوله ثالثه في دور المجموعات ان شاء الله بعد الفوز على سان جورج. خلصت كده؟ لا، ده انت هتتاجل لك الجوله الرابعه عشان هتروح تلعب مونديال الانديه
طب تيجي من مونديال الانديه تتاجل لك باقي الجولات عشان هتلعب السوبر المحلي في الامارات، فتلاقي نفسك رايح لشهر يناير 2 يناير بتلعب المباراه الرابعه ليك وهي مباراه فاركو. طب قول لي انت هتحط لي مباراه النادي الاهلي ازاي؟ هنلعبها ازاي؟ وانا اول 11 جوله لغايه 2 يناير وزيدك مش شهر بيت لغايه 15 فبراير العوده بعد المنتخب بعد كاس وتوقف الامم المنتخب بعد كاس الامم هتلعب خمس مباريات، المباراه الخامسه اللي هي مباراه الزمالك. والحقيقه يعني موقف غريب جدا ان انت يكون من 12 او من 11 جوله بتلعب اربعه فقط لا غيرها فارس، وده يحط لود على النادي الاهلي وضغط على النادي الاهلي ويدي فرص لمنافسيه ان هم يتصدروا جدول الدوري. فانت هتبقى راجع بتلعب تحت ضغط ان انت تحقق الفوز وكل المؤجلات وقصه كل موسم. طيب وعشان كده يا جماعه لو احنا حريصين على الكره المصريه هي القصه، الناس انت بتضغط الاهلي، الاهلي هيتضغط، النادي الاهلي هيتجامل، لا لان انت ما عندكش مكان تسكن فيه المباريات دي، وده اللي احنا بنقوله. انت من دلوقتي هتيجي تروح لي في شهر فبراير وتقول الاهلي لعب اربع مباريات بس في الدوري، ما هو يا ابني السؤال فين بقيه فين الوقت اللي كان ممكن العب فيه مباريات تانية؟ ما هي دي الفكره. وارجع بقى واقول النقطه اللي انا حريص ان انا اوصلها من بدري، يا جماعه منتخب مصر هيروح الامم الافريقيه واللعيبه مش قادره تشيل رجليها من بدري، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انت بتبص دايما على النادي الاهلي، طب بصيت ان النادي الاهلي رغم كل ده بيقدر ينجح، طب بصيت على وضع المنتخب، هل المنتخب استفاد من ده ولا دفع الثمن في بطولات كتيره جدا حرمان من اللاعبين نتيجه اصابه وارهاق وغيره؟ فالفكره كلها في النهايه واحده، انت مش بتضر النادي الاهلي بس، انت بتضر الكوره كلها. وعشان كده الموضوع فعلا يحتاج، الموضوع ما فيهوش اراء ووجهات نظر. اعمل لو الانديه الاخرى يا جماعه سهله جدا، انت عايز تحافظ على عدد المباريات اللي هتلعبه الانديه الاخرى سهل جدا، عدد الفرق اللي هتلعب الدوره اللي هي بتحدد بطل الدوري تكون عدد فرق قليل، تمام؟ اما الفرق الاخرى دي خلي عدد الفرق الكبيره هتلعب مباريات بنظام الذهاب والعوده، عوضت عدد مباريات الفرق اللي هي فوق، اي حل تقدر تقعد تفكر، تقدر تقعد تشتغل، انما الوضع ده هيدفع ثمنه النادي الاهلي ومنتخب مصر. ليه بقول الاثنين؟ لان نادي الزمالك بعيد شويه عن الالقاب الافريقيه تحديد، ومش يعني مش موجود في سوبر ليج، مش موجود في كاس العالم الانديه، ده بطبيعه الامور. ولكن منتخب مصر عنده ارتباطاته اللي بتتعارض مع ارتباطات النادي الاهلي وبتتعارض مع جاهزيه اللاعبين، لان كمان النادي الاهلي هو اللي بيديك العدد الاكبر من اللعيب. فالقصه في النهايه منتخب مصر متضرر؟ النادي الاهلي متضرر؟ طب محتاجه ايه؟ محتاجه قرار. ما هو القرار ده عشان كده بنقول ايه؟ القرار محتاج ان الكل يعني يتكاتف، لان البعض بيقول لك طب ما انا عندي عدد مباريات هيقل فبالتالي مش هتيجي كده. الرعايه هتقل. مش هتيجي مش هتيجي بكل واحد يبص لمصالحه الشخصيه. لا ما عشان كده بقول لك لازم الكل يبص لمصلحه كره القدم المصريه، واللي احنا متفقين عليه ان 14 فريق في الدوري 16 فريق على اقصى تقدير، ده الانقاذ يعني او شبه انقاذ كره القدم المصريه الحقيقه من المشاركات. اربع فرق بتشارك في البطولات الافريقيه، والحقيقه اللي بيدفع الضريبه دي اكتر هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي حتى السنه اللي ما خدش فيها البطوله كان بيلعب مباراه النهائيه. فالقصه باختصار شديد وضع صعب جدا، والاثنين بيتاثروا، لان انا بستلم من المنتخب احيانا بعض اللاعبين مصابين، وده اللي ياخدنا لسكه اخرى. والبعض اللي بيحاول يروح بدري قوي يتكلم عن مجاملات للنادي الاهلي ويبدا يقول لك انا عايز ابقى زي النادي الاهلي. ما هتبقى ازاي حبيبي زي النادي الاهلي وانت مش قادر تحقق اي بطوله؟ انا مش فاهمها. انا تبقى ازاي زي النادي الاهلي وانت بتطلع من فريق غامض في جنوب افريقيا كان بينافس من اجل البقاء في الدوري وانا بطل افريقيا؟ هتبقى ازاي؟ عايز تبقى زي النادي الاهلي، امشي مشوار النادي الاهلي، حقق بطولات النادي الاهلي القاريه، روح كاس عالم للانديه، وقتها يا سيدي لما يبقى فيه تاجيل مباريات ليك لو طلعنا اتكلمنا يبقى اتكلم باختصار شديد. لكن هي القصه كلها ايه؟ انا مش ناجح، فانا مشكلتي ايه؟ ان انا احقق نجاحات جماهيريه. طب ما فيش نجاحات جماهيريه، احقق نجاحات اعلاميه. طب ما فيش نجاحات اعلاميه، احقق نجاحات كيديه. المهم انا اعمل اي حاجه. هو ده بالظبط اللي لجأ ليه باتشيكو. باتشيكو الراجل مدير فني يعني حظه العاسر وقعه في طريق النادي الاهلي، وحظك العاسر اللي تقع في طريق النادي الاهلي. وقع في طريق النادي الاهلي بفريقين المفترض ان هم عندهم طموحات ينافسوا النادي الاهلي، فيجي في مباراه بعد يعني رحيل مدرب او غروب مدرب لنادي الزمالك فيجي يصطدم بالنادي الاهلي في نهائي افريقيا. وما ادراك ما النادي الاهلي في نهائي افريقيا، وما أدراك مواجهة النادي الأهلي كفريق محلي في البطولات القارية
التاريخ بيقول ايه؟ واجهتني 9 مرات انا فايز 8 وانت فايز 1، او انا فايز 5-3 وانت فايز 1. دوري الابطال ما فيش خالص، انت في دوري الابطال ما فيش. المباراه اللي فزت عليها فيها كانت سوبر افريقي باتريس ماتابيلا اللي اتحبس في 2004 بتهمه الرشوه. فبالتالي انت جاي تنافس النادي الاهلي في ملعبه وفي ميدانه، فتيجي القضيه ممكن ومحمد مجدي قفشه، ومن اين جاءت هذه القذيفه؟ وواضح ان القذيفه جاءت في مكان صعب جدا، اثرت على افكار باتشيكو وتعامله مع النادي الاهلي. طيب يا عم انا عتبه نادي الزمالك ما جابتش معايا، انا هغير العتبه. عارف انت باتشيكو قال لك انا هغير العتبه، نادي بيراميدز بيقولوا سكواد جامد جدا وبيقولوا اقوى سكواد في القاره، نروح نادي بيراميدز ولا ضغوط جماهيريه ولا وجع قلب ولا ضغوط اعلاميه، ونشتغل بهدوء كده بالسكواد اللي عندنا وهنوصل وناخد البطوله. فيجي يوصل لنهائي كاس مصر يصطدم باهلي كولر، فيحصل ايه؟ فنفس النتيجه نفس العلقه هي هي صوره طبق الاصل من المباراه القاضيه، بس القصه انها زادت شويه للاكسترا تايم وبيخسر 2-1 بهدف لكهربا تعادل وهدف حمدي فتحي. وتخيل انت بقى كان في المباراه دي جالك الامل في ايديك ان انت تقدمت على النادي الاهلي في بطوله كاس مصر، لكن الامل قعد في ايديك دقيقتين وقال لك هات تعالى، الاهلي قال لك مش حاجتك دي، فتخسر البطوله الثانيه ليك امام نفس المنافس وانت مغير العتبه. فيجي نادي الزمالك يقول لك انا مش هقدر اواجه النادي الاهلي في المباراه دي، ويحط التحجج بقصه كهربا وما شابه، والقصه كانت معروفه، ادوا لاسوري متنفس قبل ما يواجه القطر في الموسم ده وهو النادي الاهلي. فبيراميدز يقول لك طب ما نجرب ثالث، ايه المشكله؟ وطبعا باتشيكو قال لك ايه الثالثه ثابته بقى، انا رايح وفي الامارات والقصه يعني واضحه جدا، وعندنا كمان حكم تقنيه الفيديو من الامارات، فالدنيا ممكن تبقى حلوه ولذيذه وسهله، واللي ما قدرناش نحققه في الكاس واللي ما قدرناش نحققه في افريقيا نحققه ايه في السوبر بره الديار خالص يعني. فيحصل ايه؟ صدمه، ضربه قويه اخرى بفوز النادي الاهلي بالبطوله الثالثه على نفس المدير الفني مع العتبه دي والعتبه دي. فباتشيكو يعمل ايه؟ لا انا القصه بالنسبه لي قفلت، انا بطولاتي ان انا اروح اتكلم عن النادي الاهلي حتى لو القصه كانت في مجرد قرعه دوري العام. خلونا نشوف باتشيكو قال ايه بعد الصدمات اللي تلقاها من النادي الاهلي ومحاوله النجاحات الكيديه. احنا ما دام في حقوق والحقوق يعني زي القرعه كده، كل الناس عندها نفس الحقوق وكل الناس عندها نفس طريقه العمل، فاحنا طبعا هنقوم شادين نفسنا وهناخد كل العتاد اللي عندنا وندخل على طول في الشغل القوي. انا احب ان احنا نبقى دايما في ايكواليتي، يعني دايما نبقى متساويين في كل حاجه، ان كل الفرق تبقى متساويه في الماتشات، ان كل الفرق تبقى ماشيه بنفس القوانين، ما يبقاش بيراميدز هيلعب ماتش دلوقتي وبعد 3 ايام هيلعب ماتش وفرقه ثانيه يبقى عندها ماتش بعد 3 ايام والماتش ده يتاجل وبيراميدز الماتش بتاعه ما يتاجلش. ما يبقاش احنا زي امبارح مثلا في بنتفرج على المنتخب في لعيبه من كل الفرق بتاعه الدوري، ويجي في لعيبه من فرق معينه ما بتبقاش موجوده. انا عايز ابقى زي الاهلي بالظبط يا جماعه، يعني ليه بتدي تلميحات وفرق ولعيبه ومش لعيبه كانوا في المنتخب والقصه دي؟ باتشيكو عينه على النادي الاهلي، وانا بقول لك استمر وخلي الجهاز المعاون ليك يستمر والجهاز الاداري في نفس الفريق يستمر. انا عايزكم دايما تبقوا باصين على النادي الاهلي. عارف ليه؟ لان اللي بيبص لفوق بيتكعبل ويقع، لان النادي الاهلي فوق وانت هتفضل باصص لفوق، فهتفضل تتكعبل وانا احقق البطولات، تفضل انت تحلم وانا اعيش الواقع. فانا عايزك تستمر في القصه دي، لكن وانت بتستمر في القصه دي لازم نوضح لك نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي ملوش استثناءات زي ما انت فاهم. النادي الاهلي اللي لعيبته ما بتتكلم انها ما راحتش المنتخب في مباراه وديه كان عندهم بطوله قاريه. النادي الاهلي اللي حصل معاه ده كان ثالث فريق بيحصل معاه القصه دي بعد ما حصلت مع الزمالك وحصلت مع بيراميدز نفسه اللي انت بتدربه، حصلت معاه ونادي بيراميدز مش بيلعب سوبر ولا بيلعب مباراه ببطوله، ده بيلعب دور ال 64 او دور ال 32 في بطوله الكونفدراليه. كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب الوطني في بطولة عربية بطولة ودية، خد 7 لاعبين من النادي الأهلي، 7 لاعبين من النادي الأهلي، وجاء عند لعيبة بيراميدز اللي هو كان أكيد محتاج ليهم في البطولة اللي كانت تقريبا شكل شبه بطولة رسمية للاحتكاك اللي فيها، وشفنا ماتشات الجزائر وتونس مع المنتخب المصري والوصول للدور نصف النهائي واللعب على الثالث والرابع وما شابه. والراجل قال لك طالما هيلعبوا دور ال 64 أو دور ال 32 مع في الكونفدرالية فاستبعد اللعيبة. إذا الاستثناء ده اتقدم لنادي بيراميدز عادي. طب النادي الاهلي دفع ضريبه ده؟ اه دفع ضريبه ده، ده دفع ضريبه ده ودفع ضريبه ده،
ده غيرت من شكل موسم النادي الاهلي بالكامل، لان النادي الاهلي قبل البطوله العربيه كان فريق، وبعد البطوله العربيه اللي لعبوا فيها 7 ماتشات ب7 لاعبين اساسيين بقى فريق اخر. النادي الاهلي حقق 7 انتصارات قبل البطوله العربيه، لعبته لعبت لغايه يوم 18 ديسمبر مباراه الثالث والرابع، وكان عندها مباراه السوبر الافريقي 21 ديسمبر، وبادئ زي بدء اصابه عمرو السوليه في التسخين. ليه؟ جاي مجهد من المنتخب المصري، ودي ضريبه والنادي الاهلي مستعد يدفعها طول الوقت. بس كده، ده اول تعادل حصل في الموسم ده كان بعد معسكر المنتخب الاول في البطوله العربيه. فقبل ما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وتتحدث عن استثناءات النادي الاهلي، ابقى اعرف الاول الاستثناءات دي بدات فين، وضريبه اللي دفعها النادي الاهلي كانت ايه، اللي غيرت شكل الموسم تماما. اللي لعب مباراه فيوتشر وتعادل اول مباراه في الاسبوع الثامن، ثم انتقل لاعبيه ايضا لمعسكر المنتخب القومي، واتحرمنا منهم في بطوله كاس العالم للانديه في مباراه اولى كان النادي الاهلي بيغامر فيها بسمعه النادي الاهلي العالميه. فقبل ما تتكلم عن النادي الاهلي وعايز تتساوى مع النادي الاهلي، بص الاول الاستثناءات منحت لمين، وبص لحجمك مع كامل احترامنا وتقديرنا لنادي بيراميدز امام النادي الاهلي، هتلاقي نفسك صعب جدا 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 تبص لفوق. يعني اعتقد باتشيكو، انا قلت لكم قبل كده، يعني هو قصته اهرب من الاهلي اروح على فين، هي دي ازمه باتشيكو الحقيقيه، وهي دي قصه باتشيكو الحقيقيه. وواضح ان هي مش باتشيكو بس، هو باتشيكو يعني كسي في او كمدرب او كنجاحات، يعني يعيش على ماضي سحيق، سواء يعني دوري من 23 سنه او بطوله في السعوديه من حوالي 12 13 سنه. هذا الرجل احياه النادي الاهلي، تخيل، ومش احياه الدوري اللي خده، لان هو جا فيريرا كمل خد الدوري، ولكن احياته الخساره من الاهلي، تخيل. ما هو الاهلي كبير لدرجه ان حتى الخساره من الاهلي تعمل لك اسم. الافيه الساخر بتاع الشوالي، يعني اي قذيفه جاءت باتشيكو من اين لك بهذا الكاسونجو، دي حاجات عملت اسم لباتشيكو، وتقريبا هي اللي رجعته مصر. يعني حتى الخساره من النادي الاهلي عملت لك اسم، الخساره من النادي الاهلي عملت لك قيمه، ان اسمك اتحط انك مدرب خسرت فاينل من النادي الاهلي، يبقى مين المدرب اللي قدر يوصل اصلا فاينل قدام النادي الاهلي؟ فالنادي الاهلي ليه جمايل عليك، النادي الاهلي مساهم في ان انت اسمك خلاك ترجع بيراميدز اكتر من نادي الزمالك اللي انت كنت بتدربه، لان انت حاولت تكون منافس للنادي الاهلي، فده في حد ذاته شيء استثنائي وشيء صعب. ولكن باتشيكو يظل في هذه التصريحات، وانا عندي حاجه غريبه جدا مش قادر افهمها، هي ليه التصريحات دي بتكون دلوقتي بس؟ يعني ليه مثلا باتشيكو وقت ما لعيبه الزمالك خرجت من المنتخب عشان تلعب مباراة مع إليكت، الفريق اللي مش موجود على خريطة كرة القدم الإفريقية كفريق قوي، ليه ما قالش التصريحات زي دي؟ ليه ما اتكلمش عن العدالة؟ ليه ما اتكلمش على الأمور دي؟ والوضع مش عند باتشيكو بس، ده السمة السائدة في نادي بيراميدز، إن أنت هدفك النادي الأهلي، إن أنت باصص للنادي الأهلي، إن أنت مشكلتك كلها هي النادي الأهلي، سواء في جدول المباريات أو سواء في كلام هاني سعيد اللي دايما بتلاقيه بيطلع يتكلم عن أمور تخص النادي الأهلي والحالات التحكيمية، مع إن أنا عايز أقول لكم أكتر فريق تضرر قدامه نادي بيراميدز تحكيميا، ونادي بيراميدز تضرر تحكيميا لصالحه، هو نادي الزمالك بالحالات والمباريات وبكل شيء، ولكن هتلاقي الكلام بس عن النادي الأهلي. فهنا المشكلة، هنا الفكرة الأساسية، باتشيكو يعيش على شعارات هي خاصة بفكرة إن أنا موجود، إن أنا منافس، إن أنا ند، إن أنا ما خسرتش دوري أبطال أفريقيا وخسرت كاس وخسرت سوبر مع فرق مختلفة أمام النادي الأهلي، الله يكون في عونك. يعني شيء شاق جدا وشيء صعب جدا وشيء مرهق جدا نفسيا على باتشيكو وغير باتشيكو. عشان كده ما كانش ده التصريح الأول، فتقدر تقول ده استثناء وراجل مش فاهم، وتعالى نفهمك، تعالى نعلمك، تعال نقول لك ان النادي الاهلي ده لا، هو اكتر فريق اتحرم من لاعبيه لصالح منتخبات، النادي الاهلي خسر دوريات بسبب حرمانه من لاعبيه الدوليين. لا، انما القصه هي النادي الاهلي، مش الحاله ولا الموقف ده. ازاي؟ لما تطلعوا وتشوفوا الفيديو ده ونرجع نعقب عليه هتفهموا ازمه باتشيكو، وربما ليس باتشيكو فقط فيه.
Não tenho nada contra árbitros, nem os profissionais, o seu clube, os seus afazes, não tenho nada contra. Mas agora entendo, quero mandar um abraço para ele, o senhor Portada Mansur. Entendo agora muito bem, porque não há querido vir a jogar aqui hoje. Não quero não, nada contra os futebolistas, nem contra o clube de Arles, nada. Tenho muito respeito. E não é a falar deles, estou a falar só de outras coisas, que não quero referir-me especificamente, mas que quero aqui saudar Murtada Mansur. Agora entendo muito bem a sua posição. طبعا انا مش هتكلم كتير ومش هخش في تفاصيل. انا عندي احترام كبير جدا للنادي الاهلي ولعيبه الاهلي واداره الاهلي، لكن انا مش هتكلم علشان الاتحاد المصري ما يعاقبنيش. انما انا دلوقتي فهمت ليه مرتضى منصور ما يلعبش الماتش ده، ما يكونش مشارك فيه، وعشان كده انا بحييه. باتشيكو كان بعد مباراه السوبر وبعد الخساره وبعد ما كانش في اي حاله تحكيميه الناس قالت ان بيراميدز كان يستحق مثلا فوز بالمباراه بسببها ولا كذا، ده بالعكس احنا شاهدنا في مباريات بيراميدز حالات تحكيميه من طرد علي جبر اللي المفروض يبقى في بدايه المباراه، من حاجات كتيره جدا كلها بالورقه والقلم وكلها استعرضناها. الراجل سابه من كل ده، هو راجل جاي يمشي حاله، الراجل جاي يقول جملتين عارف هيعجبوا مين، بس المره دي مش جمهور، هو عارف هيعجبوا مين برضه وعارف مين اللي عايز يوصل الصوره دي. جاء قال انا دلوقتي عرفت ليه رئيس الزمالك خلى الزمالك ينسحب من مباراه السوبر. لا، هو انسحب عشان لما جاء واجه الاهلي بعدها خسر برباعيه مع الرأف، مع الرأف، وعشان وقتها المباراه دي كان ممكن توصل لرقم تاريخي في مواجهات النادي الاهلي والزمالك. ده السبب. ولكن انت جيت دايما بتستدعي مغالطات وتقولها، لان انا بقول ان باتشيكو هو فكره مش شخص، هو فكره بتجسد الفكره بتاعه منافسه النادي الاهلي، حتى لو منافسه مزعوم، حتى لو من فريق بقاله 4-5 سنين ما قدرش يحقق بطوله واحده. بس باتشيكو هيستر نفسه بالبلد ازاي من خساره بطولات سهله جدا، من خساره افريقيا والتوديع من ادوار تمهيديه، بان هو يتخانق مع النادي الاهلي. وربما ده مش منهج باتشيكو، لان عايز اقول لكم حاجه، احد الامور في التسويق لما انت تبقى مش مستند على تاريخ ومش مستند على جماهيريه ومش مستند على حاجه مخليه تقدر تدخل خناقه مع فريق زي النادي الاهلي، فاعمل ايه؟ هروح اتخانق مع الزمالك؟ الزمالك يعني فرق عني ايه؟ يعني بطوله الدوري مثلا ياخدها كل 10 سنين، دوري ابطال افريقيا ما بياخدش من 23 سنه، فايه وجه الخناق؟ ما هو مع احترامي حتى رغم انه نادي عنده جماهير، ولكن على مستوى تحقيق البطولات بشكل عملي ما فرقتش كتير. طب يبقى اتخانق ازاي؟ زي كده، ما حد يبقى صاعد يتخانق مع حد كبير قوي عشان يتاخد لمستواه. ده اللي بيعمله باتشيكو ممثلا عن فكره كبيره جدا اكبر منه، وهي ان اتخانق مع النادي الاهلي وارمي على النادي الاهلي وارمي كلام صغير على النادي الاهلي عشان تعرف تكبر. ولكن مش ده اللي هيخليك تكبر، لان انك تبقى كبير دي عايزه حاجات كتيره قوي قوي قوي، وهي اشياء لا تشترى فعلا، واعتقد ان انت محتاج كتير جدا عشان توصل لها. نفس منهج اي اعلامي دلوقتي، الامر عنده سلس وسهل جدا عشان اعمل مشاهدات، عشان افضل مستمر، حتى لو عندي اخطاء تاريخيه كبيره جدا اعمل ازمه مع النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واصطاد في الماء العكر. ده منهج معروف جدا، ولكن باتشيكو كان تاثره صعب شويه، لان باتشيكو كان على ارض الواقع بالفعل كان يطمح ان هو يحقق حاجه قدام النادي الاهلي، فاكتشف انه فاشل على انه يحقق ده. لذلك كانت فرحته مبالغ فيها جدا بعد الفوز في مباراه الدوري اللي هي كانت تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي. لكن اضافه برضو نرجع لمرجوعنا عن فكره المنتخب، ان نادي بيراميدز ما كانتش الواقعه الوحيده ايام كارلوس كيروش، لا ده كمان ايام حسام البدري، وكابتن حسام البدري كان رئيس تنفيذي لنادي بيراميدز ولكنه تولى تدريب المنتخب المصري. استدعى 7 لاعبين لمعسكر المنتخب من اجل الاستعداد لمباريات كينيا وجزر القمر في تصفيات امم افريقيا 2021، وكان في مباراه وديه باقي عليها 48 ساعه مع ليبيريا. اللي حصل ايه؟ اتاخر انضمام ال7 لاعبين. عمل ايه الكابتن حسام البدري؟ تم استبعاد لاعبي نادي بيراميدز، قال لك انا هلعب منتخب مصر بدون لاعبي نادي بيراميدز. يعني اعفاء بيحصل لنادي بيراميدز، تاخر على منتخب مصر حصل مع نادي بيراميدز، ولكن باتشيكو عاوز يعني يفرغ طاقه نفسيه سلبيه تجاه النادي الاهلي.
بترضي بعض الناس وبيشوفوها انها بطوله تستحق ان هو يستكمل مشواره مع الفريق. لكن موضوع المنتخب ده موضوع كان حديث الساعه. وليه حديث الساعه؟ لان الامر لاول مره يتعلق بالنادي الاهلي. ليه؟ بقول لك لاول مره الامر يتعلق بالنادي الاهلي. لما حصل استثناء مع نادي بيراميدز في البطوله العربيه ما وقفناش عند القصه دي خالص، عدينا الامر. الفكره كمان لما حصل استثناء مع روي فيتوريا حذرنا وقلنا جرس انذار. المدير الفني اللي يمنح استثناء لنادي عليه انه يتحمل تبعات ذلك، لان تبعات ذلك هيتم ايه؟ مقارنه الامور ببعضها لما يحصل نفس المواقف المشابهه. لكن الحقيقه الغريب ان كابتن حازم امام ايضا طلع بعد خساره المنتخب المصري امام تونس يدوروا على الشماعه اللي يعلقوا فيها الهزيمه. مهنا مش هقدر زي مارسيل كولر كده اطلع اقول علينا ان نجتهد اكتر. كان في اخطاء تحكيميه ولكن علينا اننا نعتمد على انفسنا، عندنا شغل كتير لازم نقدمه، عندنا لازم نلمس ارض الواقع. المدير الفني الواضح الصادق المتصارح مع نفسه ومع جماهيره هيقول الكلام ده. لكن روي فيتوريا ادى نموذج في اول سقطه في النتائج الحقيقه، يعني بعد 9 مباريات هو عامل 8 نتائج جيده مع فرق خلاص يعني اقوى، كان منتخب بلجيكا الودي، ولكن اول اخفاق ظهرت صوره انا بشوف انها ممكن تؤثر على مشوار المنتخب المصري، هي صوره الشماعه. واستعان بالكابتن حازم امام المشرف على المنتخب في تصدير الشماعه مع شله الاعلام الاصفر اللي احنا بنتكلم عنها بوضوح شديد جدا ان النادي الاهلي وراء اخفاق المنتخب المصري امام المنتخب التونسي. تعالوا نسمع كابتن حازم امام عشان عندنا فقره مهمه جدا نتناولها ونوضح الصوره للراي العام. الاجواء المحيطه بالمعسكر يعني برضه ما هي ده اما اللعيبه بتشوفه بتقرا يعني ده الاجواء بتاع المعسكر ده يعني ناس مش كلها مركزه في المنتخب زي كل معسكر، ناس كلها مش كل الناس عندها الهدف ان انت تشوف اللعيبه كلها وتلعب مع اللعيبه كلها وان عندك ماتشين مهمين وماتش تونس وماتش ودي مهم، لا يعني ناس كتير بتطلع تقول الماتشات الوديه دي كان مش مهمه قوي مش عارف ايه اللعيبه تريح اللعيبه تيجي مش عارف ده برضه خدم اللعيبه شويه اكيد طبعا لان انت في الاخر دي ماتش بيتحسب عليك وماتش مهم جدا فهي ظروف الماتش ده ما اعتقدش انها هتتكرر تاني فالواحد زعلان وزعلان الناس زعلانه بس ده يا جماعه ده مش مستوى مصر الطبيعي وده مش الحاله الطبيعيه للعيبه زائد ان في برضه عدد كبير من اللعيبه غايبه لعيبه الاهلي كلها مش موجوده عدد كبير من اللعيبه مش موجوده طب ما طبعا ما بقولك عشان كده احنا الفتره الجايه هيبقى دايما المنتخب الاولويه لمنتخب مصر كل المعسكرات الجايه اللعيبه تركز في الماتشات لان انت في الاخر الناس النهارده هتطلع تقول ايه منتخب مصر وحش منتخب مصر خسر منتخب مصر ما قداش ما طبيعي يعني عندي عوامل كتير قوي تقلل ان انا اقدر اكسب النهارده مع فرقه جايه مركزه كل اللعيبه عصر بتاعتها موجوده في المعسكر هل موضوع لعيب الاهلي اخذ من تركيز الناس والمجتمع والوسط الرياضي ولا كانت الامور متهندله من الاول ما بين حضراتكم كاداره؟ لا احنا مهندلين مع الناس وكل حاجه مع الناس مع النادي الاهلي احنا ما عندناش مشاكل ومع الزمالك قبليهم ومع الاهلي احنا ادينا لكل الانديه اللي هي عندها كان مشكله او عندهم ماتشات بتيجي ودينا يعني عملنا نوع ما نقدر نعمله ويمكن ده النهارده احنا خسرنا مثلا فالناس بقى انتوا خسرتوا ماتش مهم كنت خدت لعيبه الاهلي بس الاهلي عنده بطوله تمام خلاص تمام ربنا يوفقهم ان شاء الله وياخدوها تحسب للاهلي وتحسب لمصر لكن ده المعسكر الجاي احنا بقى لازم احنا كل الناس يبقى تركيزها لمنتخب مصر فاحنا عملنا اللي علينا مع الانديه اتمنى الفتره الجايه هي الاهم احنا عندنا زي ما بقول لك تصفيات كاس عالم شهر 11 وشهر 12 هنخش معسكر بطوله افريقيا فاتمنى ان يبقى كل الناس تطلع دايما تبقى التركيز لمنتخب مصر في المعسكرات يبقى التركيز دايما لمنتخب مصر في الماتشات بص خلينا نتفق ان الكلام ده خطر جدا على المنتخب المصري لما تكون دي ثقافه المشرف على المنتخب وكمان بتتطابق مع ثقافه المدير الفني فلازم تقلق بالتاكيد احنا عارفين وبنقول وده اللي اكده الازمه الاخيره ان منتخب النادي الاهلي بخير منتخب مصر بخير الجمله اللي انا بقولها دايما ودايما البعض يعني بيسخر منها لكن هي دي الواقع وده الحقيقي على مدار التاريخ وكل اللي حصل في الفتره الاخيره بيؤكد ان منتخب مصر بدون لاعبي النادي الاهلي في مشكله لكن لو احنا عايزين ننخدع احنا كمان هنردد الكلام ده ونستغل الفرصه لكن للامانه
منتخب مصر فيه مشكله فنيه حتى مع وجود لاعبي النادي الاهلي، حتى مع وجود لاعبي النادي الاهلي، حتى مع وجود المحترفين. وده اللي لازم نواجهه كمنتخب مصر لو احنا حريصين بالفعل على سمعه منتخب مصر، لو احنا بالفعل عاوزين نرجع مره اخرى نحقق بطوله افريقيا المقبله دي بعد الاخفاق فيها على مدار 10 سنوات. لازم نواجه نفسنا ولازم نشوف اخطائنا الفنيه ولازم نعرف ان الشماعات مش هتنفع حد. الشماعات هتديك مسكن بس للنهارده، يعني كابتن حازم امام طالع بعد معسكر المنتخب الحالي فقط يقول لك الاولويه بعد كده المنتخب. ده كابتن حازم امام ده اللي اتشكر على الهوا في قناه نادي الزمالك لما فعله مع نادي الزمالك في نفس الفريق مع نفس المنتخب مع نفس المدير الفني. تذكرت الان فقط ان الاولويه للمنتخب. طب ده النادي الاهلي على مدار تاريخه طول الوقت الاولويه للمنتخب. انا خسرت دوري 84 لان كانت الاولويه للمنتخب، خسرت دوري 88 لان كانت الاولويه للمنتخب، طلعت من الكونفدراليه امام فريق انجولي بعد ما كنت فايز عليه في الذهاب لان كانت الاولويه للمنتخب، وكان كابتن حسن شحاته واخد اهم نجوم الفريق لاداء مباراه وديه مع سلطنه عمان 2009. كمان البطوله العربيه الأولوية كانت المنتخب، واللي حصل لي خلال الموسم كأس العالم للأندية كانت الأولوية للمنتخب وأنا بلعب بدون 15 لاعب. فما ينفعش تجيل النهاردة وتقول لي من الآن الأولوية للمنتخب، لا، الأولوية للمنتخب طول الوقت طول الوقت. لكن الحقيقة اللي كان بيحصل على مدار طول الوقت استثناءات بتقدم على مدار تاريخ من الستينيات ونجوم نادي زمالك تروح تلعب مباراة ودية والمنتخب بيلعب مباراة رسمية. 2014 بيلعب مباراة في دور ال 32 الكونفدراليه وميدو مدير فني للمنتخب وكابتن شوقي غريب سمح للاعيبه المنتخب تروح لنادي الزمالك. ففين الاولويه للمنتخب؟ انت جاي تكلم النادي الاهلي اللي بيدفع ضريبه وعاوز تلبس النادي الاهلي قصه الاداء السيء امام منتخب تونس؟ اعتقد ده غير مقبول وغير مسموح. احنا كلنا مع منتخب مصر، وفكره الناس اللي بتدير منتخب مصر ربما تؤثر بعض شيء في الغياب الجماهيري اللي شفناه. فانت لو عايز تحقق نجاحات بلاش تدور على شماعات، دور على الاخفاق الحقيقي، دور ازاي انفضت الجماهير حول المنتخب، دور مين اللي بدا يمنح الاستثناءات، خاصه ان الكلام ده جاي بعد هزيمه. فواضح جدا ان الناس كانت عايزه يا فارس تشيل النادي الاهلي كده شيله مش شيلته. وعشان كده انا سعيد جدا باللي عمله النادي الاهلي، والمره دي سعيد ان النادي الاهلي لم يبتز بالشعارات ولم يبتز ان هو يقبل معايير تسري عليه وحده دون غيره. وبقول هو ده الصح، لأن أنت أول حد بتدعم تاريخياً، والمواقف اللي ذكرت دي اللي تضررت فيها، بس ما أكثر المواقف اللي كان ممكن تتضرر منها ليس كل ما يعرف يقال، وإن أنت بتروح تلعب مونتريل اللي كسبك قبل كده بخماسية وأنت عندك لاعبين مجموعة كبيرة جداً مش موجودين معاك، وأنت كابتن إياب جلال بيصر اللي هو ماشي أصلاً اللي هو ما بقاش موجود، اللي اتحاد الكرة خد قرار إنه كده كده ماشي، ويصر ياخد لعبتك وانت عندك ماتش في الدوري. فكم المباريات اللي اساسا كنت حليف الحظ فيها ان انت ما تتضررش منها وانت ضحيت عشان المنتخب. ولكن هنا القصه اكبر بكتير جدا، وهي انتقائيه كابتن حازم امام. وانا بشوف ان اللي بيحصل ده شيء صعب جدا، واللي بيعمله كابتن حازم امام يعني عدي الموقف ده يا اخي، عديه. يعني كان عندك موقف قبله مع الزمالك وبتتشكر وبتاخد موقف انحيازي واضح وصريح، وانت اللي حطيت القاعدة، وتتحط في موقف تاني ما تجيش تزايد بقى على الاهلي وترميها. انت اكتر واحد كان لازم تبعد خالص في الموقف ده، سيب حد غيرك يتكلم، مع ان انت كنت نفس الاتحاد اللي هنقول لك انك غلطان، بس يبقى حد غيرك، ما تبقاش انت نفس الشخص. وسبحان الله في نفس المكان هنا من سنة قلت الروي فيتوريا رسالة والاتحاد الكرة رسالة، يمكن حتى لقيت الناس بتفكرني بيها، أنا والله ما كنت فاكرها لأن حتى كتبتها وقتها، إن أنا واثق إن هيمر الوقت ويحصل نفس الموقف وتحصل نفس المعطيات، والنادي الأهلي لو تمسك بحقه هتطلع الناس تزايد عليه وهتطلع الناس تبتزه بشعارات الوطنية، مع إن أنت مع نادي الزمالك اتصرفت تصرف مغاير تماما وقلت لا يمكن النادي الأهلي يقبل بده، وحصلت وفعلا طلعت الناس تبتزك وطلعت الناس تعاملك بقاعدة غير اللي بتسري. ووقتها قلت لفيتوريا انت اللي سمحت، وزي ما سمحت مع نادي الزمالك يبقى حق النادي الاهلي لما يتحط في موقف يطبق ده، وما تجيش وقتها تقول لا ده اخر موقف، مش اخر موقف بمزاجك انت، انت اللي بتحط القاعدة. والاهم يا كابتن حازم، ما تفعله هو احد الاسباب اللي فعلا هتدمر كرة القدم المصرية.
الناجي انا انتقد لجان الاتحاد الداخليه عشان كهربا وعشان عقوبه كهربا، بس اتفرج على واقعة زيزو ودونجا ما شفتش، مفيش تحليق واحد يطلع خالص. طب المعيار ايه؟ المعيار لون الفانيلا الحمراء اللي واضح ان هي عامله مشكله كبيره جدا، واضح ان هي عامله، مع ان الاهلي كان كريم معاك جدا في مواقف سابقه وانت عارفها كويس جدا، مش مفترض ان يكون ده رد الفعل بعدها. باهر المحمدي وقعت حسين الشحات تطلع وتتكلم، وانا ما الاخلاق واللي حصل وحسين الشحات وما ينفعش والمشهد اللي شفناه، مع ان قبلها وقعه بتحصل يعني من باهر المحمدي مع هاني انا اسف مفيش اي تعليق، انما حسين الشحات مع الشيبي تطلع تتكلم. اللي انت بتعمله ده صدقني من احد اسباب اللي احنا وصلنا له، وانا بقولها لك، الكره المصريه لا تدار من الفواصل، الكره المصريه لا تدار في استوديوهات هنا وهنا وهنا وفي الفواصل اشوف ايه اللي بيحصل واطلع اعمل مداخله ارمي فيها على الاهلي. ولكن فيتوريا اللي حط القاعده ربما كان عارف الكلام اللي قاله قبل كده والشيء اللي قبله على نفسه قبل كده، فكان عارف انه لا يحق ليه ان هو يوجه اي شيء لنادي الاهلي، وعشان كده دي كانت تصريحاته قبل مباراه اثيوبيا. نطلع نسمعها. غصون صلاح بالنسبه للاعب محمد صلاح صلاح فيرا ديبوش ديت جوغو صلاح هيحضر معنا سيزون مينيا بعد مباراه اثيوبيا، وده قراري انا. Para não se correr riscos, vai ser jogador que vai ter 7 jogos em 23 dias. فعشان ما يبقاش فيه اي مخاطره باللاعب، لان يكون هو اللاعب الوحيد اللي ادى 7 مباريات خلال 23 يوم. Vai jogar os 90 minutos, com certeza em quase todos eles. فاكيد لعب كل المباريات تقريبا 90 دقيقه. Até o Cano não vai ter paragem. وحتى امم افريقيا برضه مش هيكون في اي توقفات. E havia aqui riscos nesta sobrecarga de jogos. فاحنا عشان ما يبقاش في مخاطره او اي تحميل زياده على البدني بتاع اللاعب. E como conseguimos ter mais soluções no primeiro jogo, entendi que para não correr risco seria melhor o segundo jogo. فطبعا اكيد عشان في حلول متوافره معايا بالنسبه للمباراه الاولى، انا فضلت ان ما خاطرش باللاعب في المباراه الاولى وان احنا ندي له فتره راحه الى المباراه الثانيه. As datas FIFA irá ser de 9 a 17, salvo erro. طبعا في شهر اكتوبر احنا معانا الاجنده الدوليه اللي هي من يوم 9 اكتوبر ليوم 17 اكتوبر. Os jogos, apesar de já haver grande entendimento quais são as equipas que aí vêm. بالنسبه للمباريات احنا دلوقتي الحمد لله في تفاهم كبير على المباريات اللي احنا هنأديها في شهر اكتوبر. Ainda não está confirmado a data exata de cada deles. لسه فيتوريا عارف قبل كده هو وافق على ايه؟ وعارف قبل كده حازم امام ورطه في ايه؟ عشان كده قال في الفتره الجايه انا مصلحه المنتخب عندي قبل مصلحه الانديه، بس قال حاجه برضه متناقضه. قال انا صاحب المسؤوليه وانا صاحب قراري، وانا اللي اديت صلاح الراحه من مباراه اثيوبيا والمشاركه في مباراه تونس. اذا انت هنا كمدرب بتتحمل مسؤوليه كامله، وبالتالي ايضا هو قرارك لم تجبر عليه. وانا مع كل التقدير لمحمد صلاح واللي فعلا دوره كبير جدا 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 في الترويج لكرة القدم المصرية حتى إن لم يحقق المنتخب نجاحات، ولازم نحط تحتها 100 خط لأن القصة لا تقاس كده فقط. ولكن إذا أنت حطيت اعتبار مصلحة اللاعب على مستوى الراحة عشان مصلحته مع ناديه بعد كده، يبقى هنا بقى النادي اللي عنده بطولة بنفس المقياس هو راحة لاعبيه كانت أهم بكتير جدا. وده شيء لازم نقيمه بموضوعيه، ولازم يتشاف من الزاويه دي، ولازم يتشاف من فكره ان لو انت بتريح صلاح عشان الاهداف ده. وعلى فكره حاجه هقولها الناس تغفلها تمام يا جماعه، النقاط لو بنتكلم عن تصنيف بتاعه كمان مباراه اثيوبيا اكبر من نقاط مباراه تونس. هتيجي لبعض الناس تقول لك ايه اصل مباراه اثيوبيا سهله ومباراه تونس كانت صعبه. لا، الكره فيها كل شيء. اذا كنت انت واخد منحس المبدأ ان المنتخب يدخل بقوته الضربة في كل المباريات، يبقى انت تعمل حسابك ان وارد يحصل مفاجأة في اي مباراة. واحنا شفنا مع اثيوبيا ايه اللي حصل في وجود كابتن ايهاب جلال، وايضا كانت نتيجة سلبية. فاذا انت لازم تقيم الامور بان انت لو عندك معيار واحد تحطه على الجميع مش الاهلي بس، لان انا بقولها لكم وافتكروا الكلام ده، الاهلي في اللي جاي لن يقبل ان هو يدفع ضريبة غيره ياخد استثناء منها، لان ده خلاص خلص. وارجعوا لواقعة المنتخب وافتكروا معايا الجملة اللي هقولها دي، السوبر اللي جاي النادي الاهلي مش هيقبل استثناءات تاني، مش هتقبل.
خلينا اذكر حضراتكم بحاجه مهمه جدا. لما مدير فني يطلع يقول قبل مباراه اثيوبيا انا المسؤول عن قراري، فما ينفعش تيجي بعد الهزيمه تعلق شماعه على رباعي النادي الاهلي، بيخسر شيء جدا لانك انت قلت المسؤول. تعال بقى هتلاقي التطابق ده تحديدا، طبعا عكس الكلام اللي قاله بعد مباراه تونس وقال لك المنتخب وناس مستنيين لنا الخساره، والكلام اللي انا بشوفه كلام ساذج جدا وعباره عن اسباب واهيه تداري على فشله في اداره المباراه امام منتخب تونس. لكن تعال الاهم بالنسبه لي، وهو ان التطابق ده كان مع كابتن حازم امام ايضا قبل النتيجه. انت عارف قبل النتيجه بيقول لنا بحاجه وبعد النتيجه بيقول لنا حاجه. تعال اسمع كابتن حازم امام عشان عندنا تعقيب مهم جدا قبل مباراه مصر وتونس. فالماتش الزمالك كان رسمي جوه الاجنده الدوليه، واحنا بنلعب ماتشين وديين مش ماتش رسمي، كنا بنلعب ماتشين وديين مع النيجر ومع ليبيريا، ده كان الراجل اول مره يجي اساسا. طب ايه اللي حصل؟ اللعيبه جت المعسكر، الناس الزمالك قال لك عايزهم، لا جبناهم المعسكر، حوالي 4 ولا 5 لعيب لعبوا الماتش الاولاني ومشي 2 وفضل 2، مشي 2 وفضل 2 لعبوا الماتش مع الزمالك. لان خلي بالك برضه ان دور ال 64 ده دور فاشل يعني، بس الزمالك ساعتها كان في بدايه السنه وكان القائمه الاولى مشوا فيها لعيبه كتير، فما كانش فيه غير حوالي 14 لعيب منهم 5 في المنتخب. حتى الماتش ده كان فيه 2 اجوان احتياطي، انه ما عندهمش لعيبه يعني. لو كان هو طبيعي برضه ما كانش حد هيسيبه، ان ماتش مش مستاهل يعني، بس هو ما كانش عنده لعيبه يعني. وانت في الاخر راجل بيشوف هو مش عايز يعمل خناقه، هو يعني انا عايز اكسب بس برضه الناس اللي عندها الكبيره دي لازم تكسب، فهو ما عندوش مشكله. فعمل كده، جاب 2 مشى 2 وخلى 2 ولعبوا الماتش الاولاني الاثنين الاولين ومشوا. طيب مع الاهلي ايه اللي حصل؟ هو كان المعسكر اللي قبليه كنا واخدين 8 أو 9 لعيبه من الاهلي، اتكلم مع الراجل قال انا هاخد نصهم وهسيب لك نصهم عشان انت عندك البطوله دي. طيب الاربعه دول ايه اللي هيحصل؟ برضه اتفقنا ان في منهم ناس هتمشي بعد الماتش الاولاني، او هو اتفق الراجل يعني هيمشوا بعد الماتش الاولاني. طيب ما هي نفس اللي بنعمله مع الزمالك هيحصل مع الاهلي، مفيش اي اختلاف في الموضوع يعني. هيجي ناس تلعب الماتش الاولاني وتمشي تروح تلعب الماتش الثاني، يختلف على لعيب واحد هو عبد المنعم، وبنشوف ان هنعمل ايه فيه. لان لو المشكله ان عبد المنعم الحجازي متعور، الونش متعور، وسامه جلال متعور، كل دول اللي كانوا بيلعبوا. هو يعتبر احسن واحد في مصر دلوقتي في مركزه. قال لك عبد المنعم مش عايزه في الماتش الاولاني يعني، عشان الناس تقول لك هو مش عايز عبد المنعم في الماتش الاولاني لانه واخد انذار برضه، فكان هيجيبه الماتش الثاني، فاهم؟ فهي دي الديتيلز بس، لا في حد ضد حد ولا حد. زي ما قلت اللي اتعامل مع الزمالك الراجل عايز يعمله مع الاهلي، هيجي يلعبوا ماتش ويمشوا زي ما حصل مع الزمالك، لعبوا ماتش ومشوا بس. ف اولا انت مش عايز تتصادم لا مع الزمالك ولا مع الاهلي، ان هم في الاخر هم السورس الاساسي بتاع منتخب مصر وهم الجمهور اللي بيبقى الكبير اللي في مصر، فالراجل اكيد عايز يساعد، بس هو نفسه كمان عايز يساعد نفسه. بس ده الواقع باختصار شديد. الكابتن حازم امام قرر في دقيقتين اللي اتعامل مع الزمالك هيتعامل مع الاهلي، اللي اتعامل مع الزمالك هيتعامل مع الاهلي. ليه كابتن حازم امام طلع تحديدا بعد الهزيمه امام تونس، لا قبل ما تعرض للصوره دي، ليه تحديدا طلع بعد الهزيمه امام تونس وحاول يشيل النادي الاهلي القصه ومن هنا ورايح الاولويه للمنتخب؟ يا كابتن حازم ده انت بنفسك قبل المباراه قلت اللي بيتعامل هنا بيتعامل هنا، والقصه كان فيها اتفاق بعلم المدير الفني، قلت اتفقنا ورجعت قلت هو اتفق ان في 4 لاعبين هيجوا المعسكر، 3 هيرجعوا، وكانت القصه في عبد المنعم فقط لا غير. لو انت شايف ان غياب عبد المنعم هو اللي ادى لسوء الاداء امام منتخب تونس، احنا داخلين في كارثه، احنا كده ما بنقابلش اخطائنا خالص. النقطه الاهم اللي البعض بيتحدث عنها ان موقف نادي الزمالك كان مختلف، لان المباراه كانت في الفتره التوقف الدولي اللي هي مباراه بطل تشاد. الحقيقه ده قصه لازم اللي يدفع ضربتها الزمالك مش احنا. ليه؟ لان نادي الزمالك هو اللي طلب التاجيل عشان مباراه وديه مع في كاس لوسيل زي ما حضراتكم شايفين، والكاف وافق على ده رسميا. كاف يعد مباراه الزمالك وبطل تشاد بطل دوري افريقيا بسبب كاس لوسيل، يعني ده طلب من نادي الزمالك من اجل مواجهه نادي الهلال السعودي من اجل ان هو يحصد بعض الاموال في هذه المشاركه. فمحدش يجي يدفع ضريبه غير النادي اللي هو اصلا اختار ان هو ياجل المباراه. فالقصة باختصار شديد يا جماعة، طالما انتم مسؤولين وطالما قبل المباراة كان كلامكم واضح، ما ينفعش تيجوا بعد المباراة تشتكوا من غياب لاعبي النادي الأهلي. اعتقد يا أسامة يعني كان الرد واضح، الصورة معانا.
هنا بالماضي يوافق على طلب الترجي، عشان الناس اللي بتتكلم ايضا عن الاستثناءات هنا مدرب المنتخب جمال بالماضي كان وافق في 2019 على طلب الترجي، لانه ما قال لك حارس المرمى لم يتم الوفاء. فاللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه ايا كان، احنا مش في حاجه ان احنا ندلل بمنتخبات اخرى. لا، كلام علاء نبيل يا فارس مهم جدا، بنوصل رساله كلام كابتن علاء نبيل. طيب لا قوله مهم، لازم نوضح للناس بغض النظر عن استخدام الفيديو كابتن، طبعا لان كابتن علاء نبيل طلع اتكلم بوضوح عن الامور الفنيه. بالظبط، اتكلم عن الامور الفنيه، واتكلم كمان في اللي احنا قلناه ان فيتوريا عنده كتير جدا من الاسباب الفنيه اللي انت ما ينفعش تختزلها في قصه وجود لاعبين من عدمه. ولكن يا جماعه اللي احنا بنوصله بعيدا عن الفنيات هي قاعده، انت لو حطيت قاعده يستفيد منها نادي تاني فمستحيل النادي الاهلي يحرم منها، لان لن يقبل النادي الاهلي بذلك ابدا. بنشكركم واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، والنادي الاهلي لو وقع لألف قومه ما بالك المره دي. عايز ابارك لك قبل ما تختم بس، مبروك يزن، يمكن ما باركتش في اول الحلقه لكن يتربى في عزك يا حبيبي، وربنا يبارك لك فيه وقيلا ان شاء الله. ربنا يخليك، ويعني في ميلاد يوم كابتن صالح سليم 11/9 نتمنى ان شاء الله باذن الله ينضم للعائله الاهلاويه. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ويظل النادي الاهلي خط احمر.